مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هنا العاصمه. انا لما جبريل هكون مع حضراتكم على مدار هذه الحلقه. الحقيقه انه النهارده سواء في الجزء الاخباري او الفقرات الحواريه نقدر نقول ان احنا بنحاول نلقي ضوء ونكشف بصوره كبيره وبصوره عمليه وجزء كبير من توجهات الحكومه والدوله المصريه خلال الفتره اللي جايه، سواء على مستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطن او شكل السعي لتحسين هذه الخدمات، توافر السلع الأساسية أو العمل الجاد مع الأرقام طبعا لتحسين أداء القطاعات المصرية المختلفة وعلى رأسها التعليم. نتكلم طبعا أهمية خاصة للسياحة والأثار، ضبط الأسعار مسألة هامة جدا في الشارع وأيضا الصادرات، إلى جانب وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأعتقد ده ملف من أهم الملفات المصرية، أو على مستوى تمكين المرأة المصرية. الجزء ده بالذات يمكن أنا شخصيا مهتمة بيه باعتباري امرأة قبل أن أكون إعلامية. خلوني قبل ما نبدأ الأخبار أقول لحضراتكم أنه الجزء الثاني من الحلقة هيكون عن الصادرات المصرية، وللحكومة وافقت على برنامج جديد لتحفيز هذه الصادرات واللي بيهدف لزيادتها ل 55 مليار دولار خلال الخمس سنين الجاية. احنا بنتكلم من السنوات الماضية أو تحديدا هذه الأعوام عن 22 مليار 25 مليار في هذا الإطار، ولكن احنا بنطمح أو السوق ده بيطمح ان احنا نوصل ل 55 مليار دولار. فعلا اقر مجلس اداره صندوق دعم الصادرات البرنامج ده امبارح. والحقيقه حابه اقول لحضراتكم احنا ليه مهتمين بالصادرات او بالسلع اللي بنصدرها؟ ليه الدوله بتعمل برنامج لتحفيز السوق ده؟ ببساطه لانها دليل على قوه الاقتصاد، دليل على تعميق الانتاج المحلي. اللي ما عندوش منتجات وتصنيع محلي مش هيصدر، بالتالي نتكلم عن نقص الصادرات، مش بس معناه نقص في العملات الاجنبيه اللي بتدخل البلد بشكل او باخر، لكن كمان معناه نقص في الانتاج المحلي وزيادة في الواردات من الخارج وخروج هنا بقى العكس عملات أجنبية من السوق المحلي. الصادرات مش بس مهمة زي ما قلت لحضراتكم في إطار دخول العملات، احنا بنتكلم عن حاجات كتيرة. بنتكلم ان هي بتعمل على عملية نمو هائلة للسوق المصري او اي سوق عامة اللي بيشتغل على الصادرات بشكل او بآخر وبتحط برامج تحفيزية للناس. بنتكلم عن فرص عمل، بنتكلم عن الحقيقة اشياء كتيرة، ان احنا نكون دولة مصدرة، وكمان ان احنا بنعمل على بيسموها الصناعات التكميلية، او ان انا يكون عندي مشاريع صغيرة ومتوسطة بتدعم هذه الصناعات وبتدعم السلع اللي احنا بنصدرها. فاحنا هنا بنشغل كذا سوق، بنشغل سوق صغير وهو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبنشغل طبعا كمان السوق اللي بيعمل على الصادرات او تصدير المنتجات. هنحاول نفهم كل تفاصيل برنامج التحفيز خطط الدولة للنهوض بهذا القطاع من الدكتور حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة. الفقرة الأولى واللي زي ما قلت لحضراتكم أنا شخصيا مهتمة بيها هي عن كيفية وضع توصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي السابعة للحكومة بشأن المرأة المصرية. يمكن لأول مرة مصر بيكون عندها رؤية، يكون عندها استراتيجية كاملة المحاور والأهداف فيما يتعلق بقضايا المرأة. إزاي بقى تتحول هذه التوجيهات وهذه الاستراتيجية وهذه الخطط إلى نتكلم عن تخطيط حقيقي على الأرض، على أرض الواقع، برامج تنفيذية، برامج حمائية، مشروعات قوانين تعزز من دور ومكانة وحقوق المرأة المصرية. ده السؤال الأهم أعتقد أن دلوقتي، واللي هنحاول كمان أن نجيب عنه مع المحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. دي الفقرات اللي هتكون معانا على مدار النهارده. والحقيقه نبدا الاخبار بتاعتنا النهارده بمجموعه من الاخبار المحليه اللي بيجمع بينها قاسم مشترك، قاسم واحد، وهو خطه واراده الدوله المصريه للعمل على اعاده بناء قطاعات الاقتصاديه المصريه كجزء مكمل طبعا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي اشاد به العالم. ومعانا دلوقتي بعض الارقام اعتقد اللي هي الهامه جدا في هذا القطاع، القطاع الاقتصادي، احنا عاملين ايه على الارض. على جانب اخر العمل الدائم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء التعليم
أو توفير السلع والسيطرة على أسعارها، ودي مسألة هامة جدا، أو تطوير قطاعات السياحة والآثار. وقطاعات السياحة والآثار من أهم القطاعات طبعا في مصر، وبتشكل جزء هام جدا من الدخل القومي المصري. خلوني أبدأ بأول الأخبار. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة اجتماع مع الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ده لمتابعة ما تم تحقيقه مؤخرا في مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجستية، ده بما يتيح توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار وتفادي الحلقات الوسيطة اللي بتتسبب في ارتفاع أسعار السلع. وده اللي يمكن على طول الناس بتناشد بيه حتى القائمين، إذا كان من الفلاحين أو حتى التجار اللي هم آخر حلقة، شايفين دايما المشكلة في الحلقات اللي في النص اللي بتاخد من إيد وتسلم إيد. وهنا وجه مدبولي بإقامة 4 أسواق جملة مركزية في الجيزة ومنطقة القناة والدلتا والصعيد، وده ضمن خطة أو خطة استراتيجية لإنشاء 54 منطقة لوجستية لغاية عام 2030. خلونا نروح للخبر التاني. وزي ما قلت لحضراتكم، هي مجموعة أخبار محلية لها علاقة احنا وصلنا لفين، ايه اللي بيحصل دلوقتي على أرض الواقع في مجالات مختلفة. ومن العمل على تحجيم الأسعار، خلينا نروح للتعليم. التعليم باعتباره طبعا العمود الفقري لتقدم وتنمية أي مجتمع، ونتكلم انه هينطلق يوم الخميس اللي جاي المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، تقبل ده بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة علماء ومتخصصين من مصر والعالم. وكان أعلن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن المنتدى بيستهدف خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويناقش ثورة الصناعية رابعة والتكنولوجيا البازغة وتدويل التعليم والاقتصاد، ويمكن نقاط أيضا هامة جدا في هذا الإطار. خلوني أقول أن الدولة المصرية بتهتم اهتمام خاص هذه الفترة، وبقالنا فترة الحقيقة بنهتم اهتمام خاص بالبحث العلمي تحديدا في مصر. ويمكن كان في أخبار اليومين دول أن احنا يعني ارتفعنا في المرتبة الدولية بكون مصر بتهتم بشكل أو بآخر بالتعليم العالي والبحث العلمي، ودي نقطة أهم أعتقد. خلونا نروح نشوف السياحة عاملة إيه. خبر معانا بيقول، واعتقد انه من اهم الاخبار، انه البنك المركزي النهارده قال ان ايرادات مصر من السياحه ارتفع خلال النص الاول من العام المالي الحالي بنسبه 36.4%، ده مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي. احنا كده بنسجل 6.8 مليار دولار، ده مقابل 4.9 مليار دولار السنه اللي فاتت من نفس الوقت. ده بحسب بيانات المجلس العالمي للسياحه، بنتكلم ان قيمه ما أنفق السياح في مصر السنة اللي فاتت بلغ 12.2 مليار دولار، وبيتوقع المجلس أنه يصل إجمالي السياح القادمين إلى مصر العام الجاري 11.7 مليون سائح. خلونا نستقبل عبر الهاتف الأستاذ ريمون نجيب الخبير السياحي. أستاذ ريمون أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. خليني أسأل حضرتك في الأول، ارتفاع ملحوظ في قطاع السياحة، زيادة العوائد، ايه مقومات وأسباب هذا الارتفاع يا فندم؟ هو الأسباب واضحة جدا طبعا، العلاقات السياسية اللي اتحسنت في الفترة الأخيرة كانت ساعدت القطاع السياحي ان هو يرجع تاني. طبعا احنا عارفين المواضيع السياسية كانت فيها مشاكل عندنا الفترة اللي قبل، خلال الفترة 5 6 سنين فاتوا كان في توتر جوه البلد. طبعا لما يعني خلال السنة ونص أو سنتين اللي فاتوا أو كان احنا حصل تحسن في العلاقات السياسية، حسيت إن النهاردة السياح بقى عنده ثقة إن هو يجي البلد، ده رقم واحد. رقم اتنين وحاجة مهمة جدا، الأكتيفيتيز أو الماركتينج اللي اتعمل من خلال القطاع السياحي وخاصة القطاع الخاص ساعد جدا، لأن احنا عملنا مجهود غير عادي علشان نرجع السياحة. أنا عايز أعرف إيه المجهود يا فندم؟ يعني القطاع الخاص زي ما حضرتك قلت، الخطوات اللي عملتوها والقطاعات المختلفة كمان، إنه بنتكلم إعادة الحركة مرة أخرى، ومن الواضح إنه في شكل من أشكال التطوير برضه في القطاع. طبعًا طبعًا، يعني بص حضرتك، إحنا طبعًا إحنا اتجهنا في اتجاهات مختلفة، ابتدينا طبعًا من خلال بالنسبة للأسواق الأساسية لمصر زي السوق الألماني أو الأسواق الأوروبية. الأسواق الأوروبية بتمثل السياحة السنة اللي فاتت حوالي 63% من السياحة المصرية. طبعا ده نسبة كبيرة جدا، وده تحسن ملحوظ، وكان السبب ان عدد الطيارات زادت
في اوبريتورز او في شركات سياحيه موجوده في مصر اهتمت جدا انها تسوق مصر بطريقه مختلفه من خلال الاوبريتورز. ابتدينا نضغط كتير في المعارض على ان مصر امنه من خلال رسائل كتير، من خلال حملات تسويقيه فنادق قامت بيها وشركات سياحه قامت بيها. بصراحه كان مجهود، اتجهنا لدول كتير. كان يعني انت حضرتك عارفه ان احنا كان السياحه الروسيه لغايه دلوقتي مش شغاله، السياحه الانجليزيه مش شغاله، فابتدينا ان احنا نتجه لاسواق جديده زي الاسواق الصينيه او اسواق الموجوده في اسيا. ابتدينا نتجه للدول الاوروبيه ونساعد ونجذب، نحاول ان احنا نعمل بروموشنز علشان نجذب اسواق موجوده نزود اعداد فيها. السوق الالماني زاد زياده ملحوظه السنه اللي فاتت دي، وصلنا 1,600,000 سائح، وده رقم ما حصلش في تاريخ السياحه المصريه. في تاريخ السياحة ولا قبل الفترة اللي فاتت؟ لا 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 لا، في تاريخ السياحة ده أكبر عدد من السياح ألمان وصلوا مصر. طب خليني أسأل حضرتك، المجلس العالمي للسياحة توقع أنه عدد السياح في مصر السنة اللي جاية هيوصل 11 مليون يعني سائح. هل نقدر نقول أن الرقم ده مرضي بالنسبة للقطاع السياحي، وإيه الرقم اللي إحنا عايزين نوصله يا فندم؟ لا طبعا هو مش مرضي، لان احنا وصلنا 11.3 مليون السنه دي، احنا كان 40% زياده. طبعا احنا وصلنا ل 14 مليون كان في سنه 2010، فبالتالي اللي احنا بعد عدد السنين اللي فاتت دي احنا محتاجين ان احنا نوصل ل 20 25 مليون سائح، وممكن نوصل ل 40 و45 لو بس محتاجين ان احنا نطور في التسويق ونطور في المنتج السياحي. يعني محتاجين ان احنا نشتغل على مواضيع كتير جدا. فالرقم المرضي بالنسبه لنا اللي احنا ننافس دول زي تركيا، تركيا وصلت 45 مليون سائح، وهي احنا عندنا العوامل الموجوده في مصر والمنتج السياحي الموجود في مصر والعامل البشري الموجود في مصر احسن بكتير من تركيا. بس احنا محتاجين ان احنا نبتدي نشتغل داخليا على المنتج السياحي، محتاجين نشتغل على التسويق بطريقه مختلفه، محتاجين نشتغل على التدريب بالنسبه للعاملين. يعني طبعا في عوامل كتير، السياحه ما بتشتغلش من او الاساس بتاعها مش عامل واحد، يعني ما نقدرش نقول لو سوقنا كويس هيجي السياح، لا لازم يبقى في عوامل مختلفه بتساعد بعضها. خليني طب اسالك عن الرقم الحالي، هل هو مرضي؟ هل احنا قربنا للارقام اللي كانت قبل ثوره 25 يناير اللي الكل يعني بنس عليها؟ احنا تقريبا كنا 14 مليون سائح. لا لسه احنا طبعا ما وصلناش ل 25 يناير، بس انا يعني ده زياده في الدخل، يعني زياده الدخل اللي اعلن عليها البنك المركزي اللي احنا وصلنا زياده 38%، ده انديكيشن كويس جدا. اللي احنا النهارده لو انا عندي زياده 40% وقدامها 38%، يعني بنقول ان اولموست زياده الاعداد هي السبب في زياده الدخل. احنا عاوزين نبتدي نشتغل ان مش زياده اعداد تجيب دخل، احنا عاوزين الاعداد اللي تيجي لازم الدخل بتاعها يبقى اعلى، لان بالنسبه لي احنا مش عاوزين بس يبقى اعداد وبس. انا بالنسبه لي الدخل كل ما بيزيد ده بيوفر بالنسبه للفنادق والقطاع السياحي اللي احنا يبقى عندنا معدل انفاق اعلى، بالتالي نوع السائح اللي بيجي مختلف، بندخل البلد فلوس اكتر، بتبتدي العماله بتزيد، بتبتدي نهتم بكواليتي. يعني هو انا بس عندي نقطه عايز اسال حضرتك عليها، ازاي اهتم ان انا ادخل البلد نوع سائح مختلف؟ طبعا الموضوع بيتلخص في لانه يعني زي ما حضرتك ذكرت في اعداد وممكن نجيب اعداد، ولكن اعتقد ان احنا بنبص على نوع السائح المختلف. طبعا يعني حضرتك في كل الاسواق السياحيه في كاتيجوريز مختلفه، في A وبي وسي وبي على حسب انا هعرض ايه. انا الكلاينت اللي هو الاي اللي هو بيدور على كواليتي معينه في فنادق وخدمات لازم نوفرها له، لازم نعرضها له، لازم نسوقها له، لازم نعرف هو عاوز ايه ونقدمه له. احنا للاسف في مصر احنا كل اللي بنعرضه ان احنا سياحه ذات فاليو، يعني اسعار كويسه فبتمسك السائح، او مش عاوز اقول رخيصه بس هنقول فاليو فور ماني، اللي انت بتدفعه بتاخده مقابل بيه خدمه. انما انا عاوز اسوق نوع سياحه تاني، وهو السياحه اللي تناسب الاي كلاس اللي عاوز خدمات ايه. فعشان نوصل للخدمات دي لازم نعمل منتجات سياحيه تناسب الخدمات دي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ريمون نجيب خبير السياحي. يعني احنا مش هنبعد كثيرا عن السياحه، طبعا لازم نتكلم عن الاثار والجديد في قطاع الاثار. كشفت البعثه الاثريه لجامعه نيويورك اللي بتشتغل دلوقتي في معبد رمسيس الثاني بابيدوس في سوهاج عن بهو قصر الفرعون رمسيس الثاني الملحق في معبده بابيدوس واحجار تدشين وتاسيس المعبد. ونجحت كمان البعثه المصريه النهارده في الكشف عن مقبره فريده من نوعها زي ما وصفوها يعني في جنوب منطقه سقاره لشخص يدعى خوي
كان يشغل منصب نبيل لدى الملك في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة. خلوني أستقبل عبر الهاتف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. دكتور أهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذه لنا، ومساء الخير للساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه ليله الاسراء والمعراج. حضرتك بالف خير يا فندم. عايز اسال حضرتك الاهميه، ما هي الاهميه التاريخيه والاثريه لاكتشاف تحديدا البهو الملكي للفرعون رمسيس الثاني؟ اولا الحفاير كانت مستمره من فتره. الحمد لله بدايه الكشف ظهر ارضيه بلاطيه تقريبا 60 سنتي. ما كانش معروف القائمين على الحفائر في الوقت ده يا ترى هي دي ايه. المهم كان لازم يتوسع نطاق الحفائر شويه، فابتدى الحفائر 7 متر تقريبا في 10. ظهرت ارضيه، ظهرت ممشى، ظهر جدران، وظهرت بقايا اعمده تدل على وجود قصر خاص بالملك رمسيس الثاني، وده كان حاجه اضافه لم تكن معروفه من قبل. احنا بنتكلم على معبد، لكن هنا ظهر انه له قصر ملحق بالمعبد. على غرار مين؟ على غرار ابوه الملك تيتي الاول، يبعد تقريبا 300 متر منه هناك المعبد وهناك القصر، وعلى غرار جدهم الكبير قوي الملك امنحوتب الثالث اللي له قصره يسمى قصر الملقطه في غرب الاقصر، في البر الغربي في الاقصر. فهنا دي بنحدد بالشكل ده بيغير لنا الى حد ما الخريطه بتاعت الموقع. العمال حفاير ما زالت مستمره لتكشف عن باقي اساسات هذا القصر. اثناء الحفاير تم العثور على بلوك منقوش بحاجات اشكال نجميه، يعني دليل انه ده واقع كمان من السقف بتاع البهو او بتاع القصر. الاعمال الحفاير ما زالت مستمره، وفي القريب العاجل ان شاء الله هتسفر عن ما هو جديد وابعاد القصر ده بالكامل قد ايه، كام في كام، وملامحه اللي هتظهر بعد اجراء اعمال الحفائر او استئناف اعمال الحفائر. ممكن تاخد وقت قد ايه يا دكتور ان احنا نكمل في اعمال الحفائر ونعرف في ايه كمان جوه؟ ده صح، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي كده في البدايه انه مش هو ده الكشف الوحيد، لا كمان احنا اعلنا النهارده عن كشف لمقبره جميله جدا موجوده في سقاره جنب هرم جيتكارا اللي بيرجع للأسرة الخامسة، بتتكلم على 4400 سنة تقريبا. مقبرة ملونة لرجل نبيل يسمى خوي، والتايتل الوظيفي بتاعه أو اللقب الوظيفي بتاعه خد لقب النبيل لدى الملك. الجميل في المقبرة دي، مقبرة طبعا صغيرة في الحجم، بنتكلم على 3 متر طول في عرض متر واحد. نقوشه الألوان اللي فيها جميلة جدا، بتمثل منظر طبعا من الحياة اليومية، الراجل قاعد بالقرابين ومائدة القرابين قدامه. ملحقة بها غرفة دفن، بس للأسف طبعا ما فيهاش أي نقوش أو ألوان، فيها تابوت إلى حد ما مهشم، لكن اتلقى حاجة جميلة جدا. بنتلقى اسم كمان أثناء الحفاير على عمود لوحدة تسمى ست إيب حور، وبعد الدراسة تبين أن الست دي مرات الملك جيتكارع العائد اللي بيرجع للأسرة الخامسة. وكان قبل كده لما تم الكشف عن المجموعة الهرمية في الخمسينات 1950 تقريبا اتلقى الاسم، بس ما كانش معروف ايه مين هي الست دي. لكن الحمد لله بعد الحفاير اللي اجرتها البعثة المصرية التشيكية المشتركة، لا كده تبين ان الست دي مرات جيتكارع، ودي اضافة في حد ذاتها. وما زالت اعمال الحفاير مستمرة، واحنا ومع حضرتك دلوقتي واحنا على الهواء، احنا يوم الجمعة والسبت القادم بإذن الله تعالى معالي وزير الآثار دعا القنوات العالمية والمحلية والسفراء العالم الموجودين في مصر لزيارة جميلة جدا هتبقى في سوهاج بإذن الله تعالى. هنتفقد بعض الأماكن وبعض المناطق الأثرية السياحية، وهنستغل الفرصة ان احنا هنعلن كام إعلان كده جميل، حاجة زي كشف وتمثال برضه خاص بالملك رمسيس الثاني. فأنا أعتقد برضه سي بي سي بإذن الله تعالى تمثال من مكونات البهو يا دكتور ولا تمثال جديد؟ لا ده حاجة تانية في منطقة تانية. مش في أبيدوس، في حتة تانية، وفي منطقتين تانيين الحقيقة، في منطقة تانية تسمى إخميم وفي منطقة تانية تسمى الديابات. لا مناطق مختلفة، إحنا بنتكلم على عدة أماكن وعدة مناطق، وده الحقيقة الدور الجميل اللي بتلعبه وزارة الآثار في الترويج للمناطق الأثرية والمناطق السياحية على مستوى الجمهورية. احنا مش هنبطل يا استاذ علامة، وزي ما حضرتك تابعتي معانا اكثر من على 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 مدى السنتين اللي عدوا،
احنا ما بنفوتش يعني موسم الا بيتم الاعلان عن كشف، انا عايزه بيتم اسالك الاعلان يا عن دكتور، احنا افتتاح. تقريبا كام في الميه بالفعل يعني قدامنا قد ايه من البهو ان احنا نفتتحه بالكامل ونكتشف ما بداخله بالكامل؟ انا فهمت من حضرتك انه لسه احنا قدامنا وقت في افتتاح بقيه البهو او القصر بتاع رمسيس لا الثاني. لسه 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 شويه. الحفائر مستمره، الحفائر مستمره، وهنشوف ان شاء الله في فتره الحفائر. ما نقدرش نحدد ان احنا نقول هنخلص حفائر خلال شهر او خلال شهرين او خلال موسم او خلال موسمين. الحفائر مستمره وهنشوف هتودي معانا لغايه فين، لغايه لما نكشف تماما عن جدران هذا البهو وعن الممشى اللي موجود والبلاطات اللي موجوده والبلوكات اللي وقع من السقف، هيعاد تركيبها ويعاد ترميمها. حجمه تقريبا قد ايه يا دكتور؟ يعني بنتكلم مساحته على 2 موسم كده تقريبا. دي مساحة بتعد كبيرة يعني؟ المساحة بتاعته حتى الآن احنا بنتكلم على مساحة مساسية 40 في 50، لكن الله أعلم بعد ما نستمر في عمل حفاري يمكن مؤدي إلى غرف جانبية ثانية، مؤدي إلى ممرات أخرى. المهم احنا ما نقدرش نستعجل في الرد على هذا السؤال إلا لما نستأنف أعمال حفارنا ونشوف الحفار هتودينا لغاية فين. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. دائما ما بتكون في غايه الاهميه الحقيقه هذه الاكتشافات، وقد ايه لغايه دلوقتي احنا ما زلنا بنكتشف بهو قصر رمسيس الثاني وتماثيل يعني متخيلا تحت الارض ما زال هناك الكثير. خلونا هنكمل الأرقام اللي أنا بقولها لحضراتكم في العديد من القطاعات المصرية، وصلنا لفين، بنعمل إيه، التقارير الخارجة بتقول إيه، التقارير المحلية، وأعتقد أنه الأهم الإشادات والتقارير الدولية. وفي وإشادة دولية جديدة وضمن الأخبار المفرحة اللي بحاول يعني ننقلها لحضراتكم، كان في توقعات من البنك الدولي في تقرير امبارح ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ل6% ده في عام 2021. قال البنك أن معدلات النمو المصرية بتتسم بالقوة وبتعتبر أحد النجوم البازغة للنمو في المنطقة، خاصة بعد أن حققت أعلى معدلات نمو تقريبا في 10 سنوات. وقال البنك أن المحرك الرئيسي لمعدلات النمو المرتفعة في مصر هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي. زيادة إنتاج الغاز الطبيعي احنا بنتكلم أنه لأول مرة من 4 سنين تحديدا السنة المالية 2018-2019 ده حسب آخر بيانات رسمية، انه نتكلم عن بالفعل تحقيق اكتفاء ذاتي فعلي وعلى الارض، انخفاض في الكميات المستورده بشكل كبير من المنتجات البتروليه. وخلوني اكمل لحضراتكم توقع برضو التقرير او زياده كمان الانفاق الاستثماري الحكومي، وكمان توقع التقرير هذا إلى جانب الانتعاش السياحي. لن لسه إلى لحضراتكم الأرقام اللي بالفعل تحققت على أرض الواقع من زيادة بشكل ملحوظ في معدلات السياحة المصرية. نتكلم كمان أنه في توقعات من البنك أو من التقرير بتراجع معدل التضخم في مصر ليبلغ في المتوسط السنة دي نحو 14.5%، ويتراجع أو على أن يتراجع في العام المقبل ل 12.5% وصولا ل 10.7% في 2021 تحديدا. خلونا نستقبل عبر الهاتف أستاذة سهر ضماطي الخبيرة الاقتصادية والمصرفية. أستاذة سهر أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. خليني اسال حضرتك في البدايه، ازاي شايفه توقعات البنك الدولي لمصر بزياده هذه المعدلات، معدلات النمو في الفتره اللي جايه؟ والله انا شايفاها الحقيقه على اساسين. الاساس الاول ايه اللي اتعمل عشان نوصل لهذا المستوى، ثم من ده هتكلم على المتوقع اللي جاي. بالنسبه للوضع الحالي ده نتيجه طبعا ان احنا تم وضع اصلاح اقتصادي لعلاج كافه المشاكل الهيكليه سواء على المستوى النقدي من نظام عملة، قضاء على سوق سوداء، إلغاء القيود على رأس المال، وضع التشريعات التي كانت مهمة جدا لمساندة ودعم الاستثمار، تعديل المحاكم الاقتصادية، المنظومة التنفيذ الأحكام اتحسنت بشكل كبير جدا. نمرة 2 وأنا شايفاها دي مهمة، تحسين المنظومة الأمنية في الدولة، لأن نمو الاقتصاد بينمو على أساس وجود في أمن وأمان واستقرار في الدولة. تنفيذ ووضع خطط جامدة جدا للبنية التحتية، وده بيؤدي برضو إلى تحسين المناخ الاستثماري، تشجيع المنتج المحلي، ودي كانت استراتيجية جديدة تم اتباعها.
إلى جانب ده إلغاء الدعم، وبالتالي بيصبح المنتج النهاردة على أساس سعر تكلفته زائد هامش، وده قبل كده كان مدعوم وبيكلف الدولة الحقيقة الكثير في ده. ومن هنا بدأت المؤشرات كلها بتتحسن، سواء بالنسبة بقى للعجز في الميزان التجاري، ميزان المدفوعات، تقليص البطالة اللي وصلت ل 9%، زيادة النمو في الناتج القومي، احنا النهاردة بنتكلم في 5.5%. وأنا شايفة إن السكة دي قريبة جدا، انخفاض العجز ل 8.4، انخفاض الدين المحلي اللي كان 108%، احنا بنتجه إلى 93 ثم 89%. طيب، وبناء عليه احنا شفنا عدد كبير من المؤسسات الدولية، سواء الاي ام اف صندوق النقد، او سواء ستاندرد اند فور اللي قال لك مصر في خلال 2030 هتوصل تبقى تتحسن من رقم 21 الى رقم 7 بالنسبة للنمو في الناتج القومي بتاعها. شفنا الجدارة الائتمانية بتاعت مصر اللي انعكست من خلال مودي، ستاندرد اند فور وفيتش، وحسنوا التصنيفات الائتمانية للدولة. وبالتالي اللي احنا شايفينه او الاعتماد بتاع البنك الدولي في 6% ده راجع برضو لموضوع نقط مهمة. أول حاجة المساندة لقطاعات الصناعة وخلق فرص عمل وزيادة فرص الاستثمار والاستهلاك، فالاتنين دول في منتهى الأهمية. نمرة 2، زيادة الصادرات، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، احنا لأول مرة زادت الصادرات البترولية في مصر من سنين، احنا كنا دايما في عجز، كنا 62 مليار، النهارده بنتكلم على لا ده احنا عندنا وفر في حوالي 150 مليار. انخفض الاستيراد، زاد التصدير، وتحديدا هنا بنتكلم على حقل زهر طبعا. في المنتجات البترولية تحديدا، على الاستيراد والتصدير اللي حضرتك بتتكلمي عنه. بالظبط. وبعدين انا شايفة انه برضه في اهتمام قوي جدا من الدولة في الاستثمار في الاستكشافات البترولية واستكشافات الغاز، وده واضح من المبالغ الكبيرة اللي بتتحط في هذا المجال. نقطة برضو أحب أشير إليها، إن مصر بقى ليها دور رئاسي بالنسبة لأفريقيا، وبالتالي ده بيشجع على التبادل التجاري في كافة القطاعات، سواء بتكلم بقى في القطاع الزراعي، بتكلم في القطاع الحيواني، بتكلم في المعادن، وكل الحاجات دي، فده هيبقى ليه دور. نقطة تانية أحب أشير إليها، إن إحنا النهاردة التضخم 14.7، وإحنا داخلين على آخر مرحلة لتنفيذ الانتهاء من منظومة الدعم. لما هندخل على هذه المرحلة وتنتهي، وبالتالي تنتهي معاها الموجة التضخمية، يبتدي التضخم ينزل لمستويات أقل من 10%، يبتدي بقى في هذه الحالة هنشوف الفوايد بتنخفض. الفوايد ليها حاجتين، الحاجة الأولانية إنها لما تنخفض الفوايد بتشجع على ان القطاعات الصناعيه والخدميه. انا اللي لفت نظري في كلام حضرتك ان احنا في انتظار انه التضخم ينزل اكتر من 10%. ده على مدى السنتين الجايين بالظبط. وده هو على فكره الصندوق الوورلد بانك، البنك الدولي، بيشير الى انه التضخم متجه الى الانخفاض. يعني خلي بال حضرتك، هو بيتكلم على خفض من 14.7 ل 10.7، اتوقع في خلال سنتين الى 10.7 ثم اقل من 10%. فده في حد ذاته هيؤدي الى، زي ما بقول لك، تخفيض الفوائد من ناحيه، تخفيض الفوائد ده على التسهيلات الائتمانيه هيشجع الشركات والقطاعات الصناعيه والخدميه انها تبتدي تزود الطاقه الانتاجيه بتاعتها، تاخد راس مال عامل، تعمل احلال وتجديد، تعمل خطوط انتاج جديده، تؤدي الى تقليل البطالة، بيزود بقى معاكي في الدورة الاقتصادية، وده اللي بيؤدي في النهاية إلى تحسين نسب النمو لستة، وإن شاء الله إلى أكتر من كده. من ناحية تانية بقى، لو بصينا لها بصة تانية، كما هتنخفض الفوائد، أنت أكبر نسبة فايدة موجودة النهاردة في المصروفات الحكومية ومؤدية للعجز نسبة الفوائد، فهي بتمثل حوالي 35% بالتقريب. وبالتالي ده لما هينخفض هيقلل العجز، وهيأدي برضه بدوره إلى إن هيقلل العجز جامد الحقيقة. وبالتالي كل الحاجات دي هتؤدي إن إحنا مش هنوصل للستة، بس أنا توقعي إن شاء الله نعدي. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذة سهر إداماتي، خبيرة الاقتصادية
مصرفية. خلونا نروح لملف آخر وخبر آخر، وأعتقد أنه من أهم الملفات والأخبار اللي شغال عليها بشكل خاص وبشكل قوي جدا وبشكل فريد الحقيقة الدولة المصرية. ملف مش منفصل على الإطلاق عن تطوير الخدمات الحكومية كمان والقطاعات المختلفة، وده استمرار يمكن وفاء مصر بتعهداتها الدولية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار مكافحة الهجرة غير الشرعية على كافة المستويات. والحقيقة واجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربة جديدة لعصابات الهجرة غير الشرعية، وفعلا ألقت القبض على مجموعة من المتهمين في هذا المجال، ده بعد رصد تحركاتهم بالصوت والصورة، وكشفت فعلا تورط متهمين آخرين مصريين وأجانب وجاري العمل على ضبطهم. المتهمون من محافظات القاهرة والشرقية الأليوبية الدقهلية الإسماعيلية، وفعلا كانوا بيشتغلوا على السعي لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر 3 سنين وراغبي الهجرة لعدد من الدول الأوروبية بشكل غير مشروع، ده باستخدام مستندات بقى مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية وبتفيد نسبهم لبعض المواطنين المقيمين في الخارج. الحقيقة أنه في كذا خدعة يعني بيقوموا بها هؤلاء المهربين بشكل من أشكال الهجرة غير الشرعية. خلونا نروح نتابع هذا التقرير عن هذا الملف. تفضل.
من جديد اهلا بحضراتكم، لسه مكملين في ابرز واهم الاخبار. ويمكن قبل الفاصل كنا بنحاول نبرز بناء الدوله من الداخل، ايه اللي حصل بالارقام في داخل القطاعات المختلفه جوه مصر، وصلنا لفين وبنطمح ان احنا نوصل لفين. خلونا دلوقتي ننتقل لجزء اخر واعتقد انه لا يقل اهميه، وهو بناء دوله ولكن في دورها الاقليمي والدولي. والحقيقه احنا وصلنا لمراحل هامه جدا في هذا الدور، ومراحل متطوره ومراحل يمكن كنا غبنا عنها بقالنا كتير، ولكن بعد الغياب ترأسنا اتحاد افريقي، لينا صوت قوي في المحافل الدوليه، صوت ودور عربي أقوى، يعني الحقيقة تفاصيل كثيرة. بس خلونا نتكلم عن السودان، ويمكن في هذا الإطار، إطار الدور المصري الإقليمي والعلاقات مع دول الجوار، أكيد الدول كمان اللي بتربطنا بيها علاقات تاريخية، علاقات متشابكة وعلاقات وثيقة، بتخطو العلاقات المصرية السودانية خطوات ثابتة للأمام على كل المستويات، ابتداء من تبادل الرؤى بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، ده مرورا بالتعاون على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين، التعاون بين الوزارات والقطاعات المختلفة، عينه ده كله موجود، موجود من زمان وموجود بشكل قوي جدا. ولكن ظهر خلال السنوات الأخيرة تعاون أكبر وتبادل خبرات في كل المجالات، بينها كمان ومن أهمها مشروعات الربط الكهربائي اللي هيبدأ التشغيل التجريبي له قريب، وده مشروع هام جدا، مشروع هام على النطاق الافريقي مش بس على النطاق المصري والسوداني. احنا بنتكلم انه البدايه هتكون بالسودان، شبكه ربط كهربائيه من كذا مرحله ومن كذا خطوه، ومن ثم تكون او يكون في شبكه ربط كهربائيه لافريقيا. البدايه معانا من السودان كالعاده، بنبتدي دايما من بوابتنا لافريقيا. خلونا نستقبل عبر الهاتف استاذ رمضان قراني مدير تحرير جريده افاق افريقيه بالهيئه العامه للسلامات. استاذ رمضان اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه انه العلاقات بين مصر والسودان اعتقد مش محتاجه كلام كتير، وفيها كمان شاهدنا في الفتره الاخيره نمو كبير في هذا الشكل من العلاقات المصريه السودانيه. هل نقدر نقول انه ده نتاج اراده سياسيه من البلدين؟ هي علاقه تاريخيه وثقافيه اقرب الى ان تكون شعب واحد في بلدين. هذه الكلمة تقريبا تلخص العلاقات المصرية السودانية. إرادة سياسية بين البلدين، هناك ما يمكن أن نسميه أكثر من الإرادة السياسية، وهي فكرة الوعي بالتحديات المشتركة وفكرة المصالح الاستراتيجية المصرية السودانية التي تقوم على العديد من المؤشرات. أولا لدينا في السنوات الأخيرة ما يمكن أن نسميه مقدمات شراكة استراتيجية مصرية سودانية في العديد من المجالات، البنية التحتية، التنسيق في الأمن المائي، التنسيق في القضايا الإقليمية، العمل بشكل كبير على الدفع بالعلاقات إلى مرحلة تقترب من التكامل الاقتصادي في العديد من الملفات الاقتصادية. وبالتالي أنا أتصور أننا نؤسس حقيقة لمرحلة شراكة استراتيجية مصرية سودانية. الحقيقة أنه رئيسان المصري والسوداني، يعني رئيس عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، عقدوا اجتماعات كتير، وكان في زيارات مؤخرا متبادلة بشكل مكثف وبشكل أكبر من قبل كده. إلى أي مدى نقدر نقول أن ده بيساعد في دفع التعاون زي ما حضرتك ذكرت في قطاعات مختلفة بين البلدين، مستويات مختلفة، وتقريبا احنا بنتكلم أنه على كافة المستويات دلوقتي أصبح هناك مشاركة وتعاون بين البلدين، ونقل الخبرات المصرية كمان للسودان، وأعتقد أن دي مش مسألة جديدة. اسمحي حضرتك، العلاقات على مستوى القمة تختزل بشكل كبير طبيعه العلاقات. نحن لدينا على مستوى القمه المصريه السودانيه قرابه 25 قمه في خمس سنوات الاخيره، وبالتالي هذا يؤسس ان العلاقات على مستوى القمه مرتفعه وقويه، وهناك زخم حقيقه في العلاقات، وبالتالي ده يضمن ما يمكن ان نسميه تفعيل للاتفاقيات، تفعيل للقضايا، تفعيل لكافه ادوات الشراكه المصريه السودانيه. خليني اسال حضرتك عن الحقيقه انه اتكلمنا عن التعاون على المستوى السياسي، ولكن التعاون على المستوى السياسي مش ده بس اللي موجود في شكل علاقه، في تبادل تجاري زي ما حضرتك ذكرت، وزاد بشكل كبير بشكل اكبر الفتره اللي فاتت. هل احنا بنتكلم انه في توجه من الدولتين لزياده كمان ده مستقبلا؟ بطبيعه الحال نحن امام في هذه المرحله مشروعين كبيرين مصري سوداني، اولهما يتعلق بالربط الكهربائي بالتحديد، وده سيخدم بكثير
بشكل كبير العلاقات الاقتصاديه تخدم الشعبين بشكل واضح. هناك ايضا ما يمكن ان نسميه مشروعات الربط السكك الحديديه باعتبار اننا نقضي على رواسب تاريخيه سلبيه، وبالتالي انا تصوري الدفع بالعلاقات الاقتصاديه هو اكبر الادوات واكبر الاليات لتقويه العلاقات المصريه السودانيه بحيث العائد سيكون مباشر على المواطن المصري والمواطن السوداني، ويصبح هذا المواطن هو اكبر داعم ودافع للعلاقات بين البلدين. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رمضان قراني مدير تحرير جريده افاق افريقيه في الهيئه العامه للاستعلامات. خلوني اقول لحضراتكم ارقام سريعه بتجمع بين البلدين. ارتفع التبادل التجاري بين البلدين، بنتكلم بنسبه 13% في 2017، ووصلت 485 مليون دولار خلال الشهور العشره الاخيره من السنه اللي فاتت، ونحن بنتكلم ان احنا بنستهدف لزياده هذه الارقام بصوره اكبر. خلوني نستقبل عبر الهاتف دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، تحياتي أحلى التحيات مشاهدي الكرام. من ضمن أهم المشروعات المشتركة دلوقتي بين مصر والسودان طبعا هو مشروع الربط الكهربائي ما بينهم، إيه آخر التطورات يا فندم؟ هو طبعا المشروع دوت مشروع مهم جدا وبيعود بالنفع على كل كلا الشعبين الشقيقين. طبعا هو دوت كان يعني الهدف منه اول حاجه التبادل الكهربي وتلبيه احتياجات بالنسبه للشقيق السودان، بالاضافه الى يعني بيبقى يعتبر حلقه وصل لافريقيا للربط مع مصر، وبيتكملوا جزء مهم جدا وهو المشروع اللي بيتم يعني بيتم دراسه جدوى خاصه به اللي هو الربط ما بين مصر وبين قبرص واليونان، وبالتالي بتبقى حلقه وصل مهمه جدا ما بين افريقيا وما بين اوروبا. انما فيما يخص خط الربط بحد ذاته، احنا الحمد لله احنا انتهينا من كل الانشاءات الفنيه والهندسيه الحمد لله على الجانبين، وبالفعل تم عملية الربط بالنسبة للخطوط متبقي إن شاء الله، وعملية التشغيل التجريبي لتجربة الخط وبداية إطلاق التيار إن شاء الله، في تنسيق الحمد لله ما بين الجانبين لإطلاق التيار إن شاء الله. حددنا ميعاد يا دكتور للتشغيل التجريبي فعلا؟ إن شاء الله بإذن الله قريبا، بإذن الله إن شاء الله في يعني تنسيق بين الجانبين ان هو يتم قريبا باذن الله اطلاق التيار، وهيبدا الاول ان شاء الله على يعني نطاق يعني مش واسع قوي، يعني هيبقى حدود 40 50 ميجا وات، انما الخط ممكن يسع الى اللي موجود ده ممكن يسع الى 150 ميجا وات، وممكن تتزايد بعد كده دوت القدره ديت بحيث ان هي ممكن توصل ل 300 ميجا وات بعد كده دوت، ممكن يبقى فيه كمان زيادة في قدرة هذا الخط، وفي اهتمام من الجانبين ان يبقى في زيادة في هذه القدرة، ولكن دي بتتطلب بعض الـ الأشياء الفنية للخطوط لتقويتها علشان يقدر ان احنا يقدر الجانب السوداني يستوعب القدرة دي. يعني في يا دكتور مراحل أخرى. بالتأكيد بالتأكيد. زي ما قلت لحضرتك ان هو بعد اذنك عايز اسال حضرتك احنا بنستهدف ايه يا فندم بصوره عامه من مشروع الربط الكهربائي الهام جدا زي ما حضرتك ذكرت، مش النطاق المصري السوداني فقط ولكن كمان لاحتياجات افريقيا من الكهرباء، احنا بنستهدف ايه يا فندم؟ اول حاجه احنا بنستهدف ايه؟ التنميه للبلدين، دي مهمه جدا لان ما فيش تنميه بدون الكهرباء. احنا الحمد لله احنا عندنا من الاحتياطي دلوقتي اللي بيكفي باحتياجاتنا وكمان يلبي احتياجات الاشقاء، وكمان في نفس الوقت الاحتياجات المستقبليه. كمان في نفس الوقت الجانب السوداني او الشقيق السودان برضه في برضه حاليا في احتياج برضه لهذه القدرات الكهربيه، واحنا بنتعاون بدرجه كبيره جدا في هذا المجال، بالاضافه لحاجه مهمه جدا وهي برضه تنميه الكوادر، وده شيء مهم جدا ان في تعاون بيننا وبين شقيق السودان في تدريب الكوادر الفنيه والهندسيه لما لمصر طبعا من باع كبير جدا في هذا المجال، وفي يعني اخوه سودانيين الحمد لله تم تخريجهم. احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا بالنسبه للجانب الافريقي بصفه عامه في خلال 10 سنوات الماضيه تم تدريب حوالي 8016 متدرب، وان شاء الله بنامل ان شاء الله احنا نزيد العدد ده ان شاء الله.
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. خلوني أكمل حضرتكم بعض تفاصيل ما زلنا في شكل العلاقات المصرية السودانية. ويمكن كانت مصر طرحت الشهر اللي فات أول مزايدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 10 قطاعات في البحر الأحمر داخل حدودها، في إطار سعي مصر لتوسيع مصادرها من البترول والغاز. وحضرتكم عارفين طبعا العمل مصر في محيطها الإقليمي، المشروع الضخم اللي مصر بتقوم عليه باكتشافات الغاز والبترول في محيطنا في البحر الأحمر. خلوني نستقبل عبر الهاتف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا. مش مهندس، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ رامي. يمكن مصر كانت طرحت أول فعلا مزايدة للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر مؤخرا، هل ده يعني أنه مصر بتوجه لتوسيع نصبها ومواردها النفطية؟ لا طبعا، مصر لازم تلجأ إلى قطاع بترول، إلى توسيع قدراته في الثروة البترولية والثروة الغازية، وطبعا لغرض زيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي والبترول والزيت الخام، وده طبعا أساس عمل وزارة البترول في مصر. كانت طرح المزايدة دي طبعا تمت بإجراء حديث جدا وبخطوات متجددة، إن مصر قبل ما تطرح المنطقة دي لمزايدة في المزايدة العالمية كانت عملت مسح سايزمي للمنطقة كلها عن طريق شركتين أجنبيتين متخصصتين في عمليات المسح السايزمي، وعملت المسح ده وتقريبا بأطوال وصلت إلى حدود 10,000 كيلومتر طبعا، وعملت من خلال الشركتين ترويج عالمي لدعوة الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في عمليات البحث والتنقيب في منطقة البحر الأحمر، وكانت إجراء حديث وتأثيره حيبان في القريب العاجل بأثاره الإيجابية الكبيرة. الحقيقة أن الأثار الإيجابية من هذا القطاع تحديدا باشمهندس يعني بتبان بالفعل بشكل ملحوظ. خليني أكلم حضرتك، المزايدة اللي طرحت كانت في 10 مواقع كلهم جوه الحدود المصرية، هل نقدر نقول أنه هيكون هناك مشروعات أو مزايدات ربما تانية؟ طبعا كل المشروعات اللي بترتبط بعملية البحث والإنتاج والبحث على الثروات الطبيعية سواء غاز طبيعي أو زيت خام ترتبط بمشروعات طبعا إنتاجية في هذه المنطقة، فطبعا المنطقة دي طبعا كانت منطقة باكر، وطبعا في دلوقتي دلائل في الأراضي السعودية بتقول إن المنطقة دي إن شاء الله على حسب التركيب الجيولوجية وحسب الإجراءات اللي تمت مخرج من البحث السايزمي بتقول إن في يعني نتائج مبشرة في اكتشافات جديدة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا مهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول. خلونا نطلع برا مصر نشوف ماذا جرى في تركيا. والحقيقة منذ يعني بداية هذه الانتخابات وطبعا الوسائل العالمية مهتمة، وبنتكلم طبعا أن المنشطات بدأت في أقوى ضربة لحزب العدالة والتنمية تقريبا من فترة، من 16 سنة، فترات طويلة يعني. الخسارة دي يمكن مسيرت لحزب العدالة والتنمية التركي طبعا بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمدينة اسطنبول والعاصمة أنقرة زي ما قلت لحضراتكم أكثر من 16 مرة، الأولى من أكثر من 25 سنة، وعدد من المدن الكبرى في الانتخابات البلدية دي بتمثل زي ما قلت لكم صفعة تاريخية موجهة للرئيس وموجهة الحقيقة لحزبه، وفشل للنظام الرئاسي في تركيا زي ما الأرقام بتقول. يمكن هي الخسارة اللي طار الرئيس التركي بالفعل اعتراف بيها وقال بشكل أو بآخر لا احنا في نقاط ضعف كثيرة احنا محتاجين نعرف في ايه. فاز الحزب حزب الشعب الجمهوري، ده حزب معارض في بلديات اسطنبول. على فكرة اسطنبول كان رجب طيب أردوغان بيرأس بلديتها في سنة 94. المهم أن الحزب المعارض فاز في اسطنبول، في أنقرة، في أزمير، في مرسين، في أنطاليا، في مدن أخرى هي المدن اللي بتعد أكثر تطورا، وأنقرة طبعا هي العاصمة، اسطنبول هي المدينة الأهم حيث بشكل سياسي أو اقتصادي أو طبعا دي المدن اللي فيها مستوى تعليم مرتفع، مستوى اقتصادي مرتفع يعني. ورغم فوز التحالف اللي بيضم حزب العدالة والتنمية والحزب القومي، بنتكلم انه اكتر من نص البلديات على مستوى البلاد، ولكن الحقيقة انه الفوز بتاعهم كان اكتر في المناطق النائية.
دي حسب التقارير، المناطق الأفقر، الأطراف الريفية، المناطق اللي فيها مستوى تعليم أقل و و و بالفعل اعتبر مراقبون أن خسارة الحزب الحاكم للبلديات الكبرى دي نقطة تحول تاريخية أظهرت مدى تأثر شعبية أردوغان بسبب سياساته الخارجية والداخلية، وأعتقد كمان الشكل أو الأوضاع الاقتصادية الأخيرة تؤثر بشكل أو بآخر. خلونا نستقبل عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ جواد داكوكا، مستشار معهد الدراسات الاستراتيجية التركية. أستاذ جواد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. تحيات لك ولمشاهدينا الكرام. خليني اسال حضرتك في البدايه، ماذا تعني خساره حزب اردوغان للانتخابات المحليه في اكبر مدن تركيا؟ طبعا بالنتيجه الشعب التركي ارادوا ان يعطوا درس للحزب الحاكم هنا في تركيا. المدن الساحليه من انطاكيا الى اسطنبول كلهم وقع في يد حزب الشعب الجمهوري المعارض، والمدن الكبرى مثل أنقرة وإزمير وإسطنبول والمدن الأخرى. طبعا بالنتيجة الشعب التركي يريدون أن يرون وجوه جديدة وبديل بالنسبة لأردوغان والحزب الحاكم. نعم المعارضة قدمت شخصيات ممتازة ومعتدلة خاصة في مدينتي أنقرة وإسطنبول، والشعب التركي ردت فعلهم أنه نعم بعد الأزمة الاقتصادية وتكلفة المعيشة الصعبة بالنسبة للمواطن في خاصة في المدن الكبرى أنه جاء في النتيجة أنه اختار يعني قدموا فرصة للمعارضة أن يقدموا الخدمات في البلديات، ولربما هذا سوف يكون فرصة له في الانتخابات القادمة. نعم عايز أسأل حضرتك أيضا، يعني نقرأ الآن في التقارير أنها صفحة جديدة للأحزاب التركية، يعتبر أيضا أو يعتبر المراقبون أيضا أن ما يحدث أو ما يحدث صفعة قوية لأردوغان رغم فوز حزبه بالتحالف مع الحزب القومي بأكثر من نصف مقاعد المحليات، ولكنها خطوة جديدة صفحة جديدة، نتحدث عن أيضا سياسات جديدة أو الناس يمكن تترقى بشكل جديد في تركيا، إلى أي مدى هذا حقيقي؟ طبعا يعني بالنتيجة دعيني أتكلم بصراحة أنه هنا قول معروف، مقولة أردوغانية يقول من يكسب إسطنبول يعني يكسب تركيا بجميعها. أنه المعارضة التركية عندما يكسبون إسطنبول وبلدية إسطنبول سوف تكون صفحة جديدة بالنسبة للمعارضة وفرصة لأن يقدمون ويثبتون للشعب التركي أنهم قادرين لمكافحة الفساد الإداري والفساد المالي. حقيقة الأمر أنه الحكومة وقعت في حرج، يعني هناك توقعات من انشقاقات في حزب الحاكم ولربما إنشاء حزب جديد ولربما انتخابات مبكرة في تركيا في المدى المتوسط. يعني بصراحة يعني المعارضة تثمن هذه الفرصة في المدى القريب. نعم يمكن خطاب أردوغان اللي ردده في أكثر من 100 لقاء تقريبا جماهيري قبيل الانتخابات حمل الكثير من اتهامات التخوين ودعاءات تعرضه وتركيا كلها لمؤامرات داخلية وخارجية. هل انعكس ذلك سلبا وهل سائم الأتراك من هذا الخطاب أو على الأقل في المدن الأهم من تركيا؟ طبعا بالنتيجة لو كانت الوسائل الإعلام التركية لو كانت حيادية، يعني مثلا القيادات المعارضة أيضا لو كانوا يظهرون على الشاشات التركية لكانت المعادلة أكثر لصالح المعارضة، لكنهم يعني طبعا الحكومة كل الأمور بيدها يعني لا يعطون فرصة للمعارضة، وكانوا يقيمون أنه هذه الانتخابات بمثابة الوجود والعدم بالنسبة إلى تركيا، لكنه انتخابات محلية بالنتيجة، لكن المؤشرات أنه المعارضة عندها فرصة لمستقبل تركيا والانتخابات الجديدة حقيقة يعني مخاطر والبرلمانية كمان تخويفات لم تتم. نعم يعني فهمت من حديث حضرتك أنه هذه النتائج لا تعبر عن القوة الحقيقية على أرض الواقع نظرا ربما كما هو مذكور في بعض تقارير تضييق على المعارضة في ظهور في وسائل الإعلام أو حتى وجود في مناطق نائية توفير مثلا حزب العدالة والتنمية كما كان يحدث في بلدان أخرى يعني سلع بأسعار أرخص والاستقطاب هذه الفئة
الفئات المختلفة؟ طبعا يعني صوت المعارضة لم تصل إلى الشعب التركي بصراحة. وسائل الإعلام كانت بيد الحكومة التركية، لكن بالنتيجة تركيا بلدنا ووطننا وبلد ديمقراطي، والأمور تمشي بشفافية. الشعب التركي يريدون أن يرون وجوه جديدة معتدلة، شخصيات التي لا تتدخل في شؤون الدول العربية، أشقائنا الخارجية، في شؤون سوريا الداخلية، في شؤون مصر الداخلية وغير ذلك. نعم نعم، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ جواد كوكا، مستشار معهد الدراسات للاستراتيجية التركي. يمكن من النقاط الهامة اللي جاءت في تقارير تعليقا على النتائج الأخيرة، نتائج الانتخابات المحلية في تركيا، الرشاوة اللي كانت بتقدمها أحزاب أو حزب العدالة والتنمية، زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما كان في حديثي مع ضيفي، في المناطق الفقيرة والنائية، في المناطق اللي هم اكتسحوا فيها بشكل أو بآخر. طبعا ده ما كانش ينفع يحصل في المدن العامة، المدن الأكبر زي اسطنبول أنقرة و اللي اكتسح فيها الحزب المعارض واللي كان ليه نتائج أفضل بكثير من المناطق النائية، اللي طبعا بطبيعة الحال بتكون أطراف أو على أطراف البلد، بلد بتكون اقل مستوى تعليم و و و فبالفعل تقارير اثبتت ذلك، يعني انه كانوا في خيام كده بيدوا فيها فلوس، ناس واقفه، في صور ناس واقفه بالطوابير، يا تاخد فلوس يا تاخد سلعه باسعار اقل طبعا، لانه السلع وصلت لاسعار صعبه جدا بعد احوال الاقتصاديه في تركيا وانهيار الليره تحديدا كمان في الفتره دي. خلوني ارجع مع حضراتكم في مصر تاني، ومصر بتحتفل والعالم طبعا سنويا باليوم العالمي لتوعيه بمرض التوحد، يوم 2 من ابريل من كل عام. وبمناسبه هذا اليوم نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف عن أهمية التوعية، أهمية التوعية بهذا المرض، مرض التوحد، مؤكدين أن وزارة الصحة خصصت في نهاية مارس 2018 خط ساخن لتلقي مقترحات المواطنين والخدمات الموجهة للأطفال المصابين. خلينا نروح نتابع هذا التقرير، نعود مرة ثانية. احنا السنة اللي فاتت يوم 1/4/2018 افتتحنا مركز في عين شمس، والمركز الأول التابع للوزارة اللي بيتعامل مع اضطراب التوحد. قضية التعامل مع قضية الإعاقة وقضية التوحد كمان بالذات، احنا بنتعلم واحنا بنشتغل، ومحتاجين كلنا كمجتمع وكأسر وكجهات حكومية نتعلم، ومن هنا حرصي ان انا اكون موجودة في كل مناسبة تسمح لي بان انا اتعلم. احنا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للتوحد 2 ابريل من كل عام، كعادتنا لثالث سنة على التوالي الجمعية بتعمل الاحتفال من داخل وزارة التضامن برعاية معالي الوزيرة وبحضورها. السنة دي احنا بنتكلم على دور التقنيات المساعدة لتفعيل المشاركة للأشخاص ذوي الاضطراب طيف التوحد. بنطلق من خلالها برنامج كلامي، المشروع اشتغلت عليه الجمعية بقالها أكتر من 3 سنين دلوقتي، علشان تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي التوحد على التواصل اللفظي. مشينا من التوعية في 2005 للتقبل في 2014، ودلوقتي الحملة عن الدمج. مهم جدا إن أنا عشان أتقبل أفهم، فعشان كده التوعية، وعشان أدمج لازم أتقبل. خلونا نكمل من مصر، وفي أجواء احتفالية تحمل كثير من البهجة والتصوف، يحتشد النهاردة آلاف الموردين في حضرة رئيسة الديوان في الليلة الختامية لمولد ستنا زينب، اللي بدأ الاحتفال بيه من يوم الثلاث اللي فات ولمدة أسبوع. بيحيي الحفل الرسمي داخل المسجد المبتهل الشيخ عبد الرحيم دودار، وتشهد أيضا الاحتفالات الشعبية حضور عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي ونقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي. عيانه سيدة زينب لقبت بعديد من الألقاب زي أم هاشم، صاحبة الشورى، عقيلة بني هاشم، أم العواجز، ورئيسة الديوان. خلينا نروح نتابع هذا تقرير عن مولد، تفضل. خمسين سنة أنا بزر القاهرة، 50 سنة
بذل المشاكل كلها، وبحب الست وسيدنا الحسين سيدة نفيسة، بحب حبهم بقى المشاكل دي. السيدة زينب بحب أجي لها دور، يعني بحبها يعني برتاح ما بيجي عند، برمهمولي على ربنا الأول. وهي السيدة زينب لازم نيجي نقرأ الفاتحة ونقرأ قرآن جوه، ونشوف حبيبنا هنا اللي بيتباحوا والكلام ده ويفرقوا، وربنا يسهل لهم كلهم. على طول بيجي المولد عشان فيه مراجيح وجميل. انا بحب المولد والمراجيح كلها، السلسله والفنجان والقلم. جديد أهلا بحضراتكم. وما زال دوي وصاد قرارات الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية هو الشغل الشاغل للشارع المصري لغاية النهاردة، سواء بالنسبة لمجموعة القرارات الاقتصادية أو فيما يتعلق طبعا بالمرأة والسبع قرارات تحديدا اللي طالب الحكومة بتنفيذها. إزاي نحقق ده على أرض الواقع؟ إزاي توجيهات دي تبقى سياسات وبرامج عمل حقيقية؟ ده اللي نحاول نناقشه مع المحامية أستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. أستاذة نهاد اهلا بحضرتك. اهلا بيك. خليني في البدايه قبل ما بخش في تفاصيل السبع قرارات تحديدا اللي ليهم علاقه بالمراه، شايفه ازاي ابرز رسائل اللي تحديدا كانت في اليوم ده في كلمه الرئيس؟ الحقيقه اكتر حاجه لفتت نظري انه احنا قدام يعني حد بياخد الدراسات والابحاث والتحليل اللي بيتعمل سواء في المجلس القومي للمراه او الامومه والطفوله او السكان بعين الاعتبار. يعني احنا لفتره طويله عندنا مؤسسات محترمه بتعمل شغل كويس جدا جدا من زمان، مثلا مركز معلومات رئيس الوزراء كان بيعمل تقارير غايه في الاهميه، يعني انا في تقديري لو كنا استجبنا لها من 20 سنة كان ربما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر تطورت أفضل بكتير من اللي احنا فيه. كان في فجوة كبيرة قوي ما بين الدراسات اللي بتتعمل، الإحصاء والتقارير والرصد. يعني المجلس القومي للمرأة عنده مرصد للمرأة بيرصد كل المشاكل، مش بس جواز وطلاق ومشاكل اجتماعية، لكن كمان المشاكل الاقتصادية، مشاكل العمل، كل الحاجات اللي بتعاني منها النساء في مصر. مركز بصيرة عامل على التليفون أبليكيشنز بيجمع معلومات وبيسأل الناس وبيعمل استطلاعات للرأي العام. كان اللي حاصل في مصر الفترة يعني ان كل دي معلومات مهمة جدا، وكان انا شخصيا بيصعب عليا، ما كناش بنستغلها يا استاذة. كان بيصعب عليا جدا انها تطلع في الادراج، وانا قاعدة في الحفلة الحقيقة كنت حاسه ان انا يعني مستمتعه جدا. ليه؟ لان كل كلمه جت في القرار دي هي خرجت من دراسه، ده معناه انه بقت الدراسات دي بتتعرض على الرئيس فعلا وهو بيقراها وبياخد منها، وفي حاجات هي بالنسبه لنا اتناقشنا فيها سنين وتعتبر ثوره في طريقه التفكير. يعني مثلا لو شفتي الجزء الثاني لما قال ان انا بحيي تبني الحكومه لاستراتيجيه مواجهه العنف ضد المراه، بس لما عدد أشكال العنف هو اتكلم على الحرمان من النفقة كشكل من أشكال العنف. لو تتخيل إن احنا بقالنا مثلا خناقة 10 سنين من أكبر الخناقات، يعني لا مش بس مع الناس، لا احنا مع المسؤولين ومع المشرعين على فكرة مستويات العنف. يعني ما نعرفه في مصر واللي بنقدر نثبته في المحاكم هو العنف المادي، بمعنى الضرب، لأن عن أي حالة عنف عايزة تقرير من المستشفى انه عايز عليك في 21 يوم ولا تحت 21 يوم ولا الكلام اللي انت عارفاه ده. كانت معركتنا طول الوقت على هل العنف النفسي نسبته ازاي ويعتبر عنف وناخد بيه احكام ولا لا. طبعا العالم كله عدد اشكال العنف بما فيها العنف الاقتصادي اللي هو انك تاخدي مرتب الست بالعافيه، انك تحرميها من الشغل، ان انت تحرميها من التعليم. انا وانا قاعده ايه ده بجد، هو الكلام ده بجد؟ يعني احنا بنتكلم على
اشكال العنف. بصي قال لك ايه بقى، استراتيجيه وطنيه لمكافحه العنف، ده بيحيي الحكومه على ان دي اتعملت فعلا وهي معموله المجلس القومي، وانا شرفت ان عملت الخطه التنفيذيه بتاعتها. بس قال ايه، فانني اكلفها بوضع التشريعات المناسبه. كويس، القوانين ما بنقفش عند القوانين بقى، اللي بتهدف لحمايه المراه فعليا من كل اشكال العنف المعنوي والجسدي. اخذينا في الاعتبار ان الزواج المبكر قبل السن عنف، ان الحرمان من التعليم عنف. تتكلمي الزواج المبكر مش بس عنف مادي، عنف نفسي كمان. الحرمان من التعليم عنف اقتصادي وعنف نفسي. انما كانت المفاجاه بالنسبه لي ان النفقه المناسبه لها ولاولادها، طبعا ده عنف يا جماعه، احنا 100 مره اتكلمنا انه مش هينفع نحط الولاد في شنطه سفر ونقفلها ونرميهم فوق الدولاب عقبال ما نخلص القضيه في سنه في المحكمه. ده اللي كان ملفت بالنسبه لي في القرارات السبعه. حضرتك دخلتي جوه القرارات السبعه، وهاخد من العنف ضد المراه باشكاله المختلفه اللي حضرتك ذكرتيها. والحقيقه ما ايضا كلمه الرئيس اشارت انه العنف مش ضرب بس، وكمان مش داخل الاسره بس، لا ده كمان امان في الشارع، في الشارع للمراه، في الشارع، في الشارع. فكره شارع امن للجميع. خدي بالك دي حمله عملها المركز المصري لحقوق المراه سنه 2007. فشوف احنا النهارده بعد 12 سنه طلعنا تشريعات وطلعنا قوانين الحمد لله وماشيين كويس، لكن ما زلنا في اتجاه انه يبقى عندي اجراءات. القضيه مش ان انا احط قوانين، القضيه ان انا عندي كاميرات في الشارع، الكاميرات دي بتترصد. وحده العنف ضد المراه داخل وزاره الداخليه محتاجه كمان ان هي يعاد النظر في اختصاصاتها. دي وحده رصد على فكره، مش وحده تحقيق، يعني ما تلاقيهاش في الاقسام ان الضابطات كده بياخدوا المحاضر وبيحققوا فيها وبيجمعوا استدلالات ومعلومات، لا دي وحده رصد. ازاي ان انا الكلام اللي قاله الرئيس ده علشان يدخل حيز النفاذ، اول حاجه لازم اعملها الوحده دي اديها صلاحيات كامله، صلاحيات شرطيه كامله، وهي موجوده بالفعل في المديريات الامن كلها وموجوده في عدد كبير من الاقسام. ما تبقاش رصد بقى، تبقى عندها صلاحيات شرطيه كامله واقدر اديها كل الامكانيات المتاحه. خليني اسال حضرتك في الاطار ده، ايه التشريعات اللي احنا محتاجينها في اطار العنف ضد المراه؟ ان انا اخد خطوات بقى اجرائيه زي ما حضرتك ذكرتي، ان انا احد من كل اشكال العنف ضد المراه، مش بس الاسري، مش بس الضرب او المادي. بصي احنا ما عندناش قانون لمواجهه العنف الاسري. ودي مناقشه طويله وممتده مع المشرعين ومع وزاره العدل. بعض الاراء بتقول ان القانون الجنائي كفايه، وبعض الاراء بتقول لا مش كفايه، في اراء المشرعين والمتخصصين والقانونيين بشكل عام. ودي نفس المناقشه اللي كنا فيها لما كنا بنتناقش في التحرش الجنسي، لانه قعدنا فتره طويله يقول لك لا ما احنا عندنا عدد من الجرائم في قانون العقوبات زي التعرض لانثى، زي الفعل الفاضح في الطريق العام، زي كذا. لكن بعد مناقشة قدرنا الحمد لله نقنع التشريع في وزارة العدل ونقنع البرلمان انه لا احنا محتاجين اضافة للموضوع ده. طيب هل العنف المنزلي في مصر يعني مشكلة كبيرة؟ التعبئة والاحصاء بيقول لنا ان احنا قدام ما يقرب من 35% من الستات بتتعرض للعنف في البيت. ده معناه ان واحد الامان، انا لما احط مفتاحي في باب شقتي ولا في باب بيتي وادخل، المفروض ان انا هنا دخلت الى منطقه الامان. احنا ما عندناش تشريعات لده؟ ده ما عندناش، احنا عندنا تشريعات عامه. بمعنى ايه؟ انه جريمه الضرب مجرمه في قانون العقوبات بدءا من الغرامه لحد 3 سنين سجن، تشريعات عامه. لما اجي قدام المحكمه عندي مادتين في القانون الجنائي بيحكموني بقى، المادة 17 ودي اللي بنقول عليها السلطة التقديرية للقضاء. السلطة التقديرية يعني القاضي ممكن يشوف ان القضية جناية لكن ينزل بالعقوبة تبقى يعني جنحة كام شهر مع وقف النفاذ. وما فيش رقابة من محكمة النقض عليها. عشان كده احنا بنقول ايه، المادة 17 هي مادة مهمة جدا في قانون العقوبات، مادة تأسيسية مش عايزين نقرب لها. لكن كمان كل قاضي ما ينفعش يقول لي في سطر في الحكم ان انا شايف، يعني كان عندنا حكم شهير جدا باغتصاب والبنت ماتت، ماشي، ومع ذلك القاضي ادى للشابين اللي عملوا العمله المنيله دي 1 سنتين وواحد 6 اشهر. في الحكم كان في كل تفنيد لكل حاجه، فقال لك ان هي قلبها ضعيف فالموت ما فيش علاقه سببيه بينه وبين الاغتصاب، هي كان عندها مشكله في القلب، فطبعا تحت تاثير الصدمه البنت ماتت. ف
فما فيش علاقة سببية فما يعتبرش قتل. طب يا عم كان عندنا اغتصاب نزل بالعقوبة. هنا بيقول لي ايه بقى؟ ان هو بيستخدم السلطة التقديرية دي بتيجي في سطر. لا، احنا عايزين ان القاضي عنده كل الصلاحيات يستخدم كل سلطاته التقديرية على راسنا من فوق، لكن لازم يشرح لي في الحكم هو ليه استخدم سلطته التقديرية. ليه بقى؟ علشان انا لو انا مش عاجبني الحكم ده اقدر اطعن فيه قدام محكمة النقض ومحكمة النقض تراجعه. دي مثلا من الحاجات اللي احنا عايزين نبص عليها. فانا عندي المواد في قانون العقوبات عامة جدا، لكن عندي مواد اخرى. يعني مثلا المادة 60 دي اللي بنسميها مادة الإباحة. يعني ايه؟ كل عمل جه نتيجة سبب من أسباب الإباحة هو لا يعاقب عليه. بمعنى إيه؟ بس عشان الناس تفهمنا، إنه الدكتور لما يقطع إيد مريض أنا هنا ما أقدرش أقول له أنا هحكمك بتهمة بتر إيد مريض، لأنه كده ارتكب جريمة عقوبتها 7 سنين سجن. أنا ما بحكمش الدكتور ليه؟ لأنه كان عنده سبب من أسباب الإباحة وهي مصلحة المريض نفسه، إنه في ضرورة ليه انه قطع ايده، مش كده؟ ما ياخدش يوم سجن، حتى لو الاهل مثلا راحوا رفعوا قضيه ولا بتاع ده ما يتحققش معاه اصلا. لو قدم التقارير الطبيه اللي بتقول ان كان في ضروره، انا هنا بالماده 60 عندي سبب اباحه. هل بتستخدم الماده 60 في بعض الجرائم اللي ليها علاقه بالعنف المنزلي؟ اه، كانت بتستخدم لما يكون عندي سبب من اسباب الاباحه، كل ما لا يتعارض، كل شيء لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه. فيفضل عندي الزواج المبكر غير مجرم. هو غير مجرم أصلا، ماشي؟ أنا اللي حصل عندنا في قانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، إحنا منعنا توثيق الجواز تحت 18 سنة. ومديه القاضي ومديه أصلي المأذون دفتر اسمه دفتر توثيق الزواج. بس هنا يا استاذه نهاد، مش في تعديل تشريعي بسبع سنين سجن من وزاره الصحه للزواج تحت السن المبكر؟ لا 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 لا، لا ممكن يبقى مقترح. انما لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي انا عندي. بس هما بيتحايلوا على هذه المساله. بالظبط، بيتحايلوا ليه؟ عشان انا كحكومه مدي المفتاح للزواج المبكر. يا جماعه، كل مأذون في مصر بيستلم دفتر اسمه ايه؟ دفتر اثبات الزواج. ايه دفتر اثبات الزواج ده؟ انه زمان لما كانت الدوله المصريه ما هياش سلطتها ممتده لكل اطرافها، كان يبقى عندي مثلا ايه في المحافظات الحدوديه يجوزوا عرفي، ويجي اللي هو المأذون وهو يعني موظف في وزاره العدل، يعني موظف دوله، يروح ايه يوثق الجوازه دي، الجوازات كلها اللي تم. طب احنا النهارده ما شاء الله الدولة المصرية قوية وممتدة لكل حبة رمل في البلد دي. ليه أنا المأذون لسه معاه الدفتر دوت؟ وبعدين ده مش بس في المحافظات الحدودية، ده كل مأذون في دايرة هو معاه الدفتر ده. المشكلة في الزواج المبكر يا أستاذة نهاد إن هي لا يقتصر الضرر على البنت، إحنا بنتكلم كمان إن الضرر هيتحول لطفلة مخلفة طفل. طبعًا. أسرة مش عارف يعني هيمارس عليها بقى كل أشكال العنف المادي والغير المادي. اللي حضرتك بتقوليه ده مهم، أنا بتكلم على الإجراء القانوني عشان أمنعه. أنا لازم ألغي هذا الدفتر تمامًا. ليه؟ لأنه اللي بيحصل إنه الناس بتتحايل إزاي؟ الناس بتروح تكتب ورقة عرفي، وبعدين لما البنت أو الولد الصغيرين دول يوصلوا لل 18 سنة يروحوا عند المأذون يوثقوا. وأحيانا بعض المأذين اللي مش كويسين بيعملوا ده للناس ويضحكوا عليهم كمان، يعني يقوم عامل إيه؟ ورقة شكلها شكل الأسيمة، ويقوم عامل العقد ده ومضي أبو العروسة والعريس على إيصالات أمانة علشان ما يروحوش يشتكوه، تمام؟ ولما يوصلوا بقى ويفضل محافظ على الورقة العرفي دي عنده، لما يوصلوا ل 18 سنة هو عنده دفتر توثيق الزواج. يبقى أنا إيه اللي حصل؟ أنا فتح الحنفية على الخروج على القانون. يبقى الصح أول خطوة استجابة للي قاله الرئيس ده إن وزارة العدل تلغي دفتر إثبات الزواج. وممكن نعمل حاجة لطيفة قوي زي ما عملنا في بطاقة الرقم القومي، نقول إيه؟ إحنا عندنا سنتين كمهلة لتوثيق كل الجوازات المصري. يعني لان انا عندي حالات كتيره يا اما تحت السن، يا اما واحده متجوزه عرفي عشان ما تخسرش المعاش، يا اما يعني عندي اشكال كتيره للزواج العرفي. الحقيقه انه انا عايزه اتكلم عن حاجات كتيره قوي يا استاذه نهاد. طب خليني اسالك عن الحرمان من التعليم والنفقه، نفقه المراه بعد الطلاق.
والرؤية، كل المشاكل، أحوال الشخصية المرأة بتقع فيها، احنا ممكن ازاي هو اتكلم على التوجيه بعمل قانون جديد للأحوال الشخصية أو دراسة قانون، دي واحدة من التكلفات ودي حاجة مهمة، لأنه أنا رأيي أن احنا ربما قانون الأحوال الشخصية فيه مشكلات كتيرة جداً، لكن جزء كبير منها أقدر أحله إجرائي. يعني أنا كذا مرة قلت إيه، إنه خلوا في حالة الطلاق سواء عند المأذون أو في المحكمة طلاقا أو خلع، إنه مجرد ما يتم الطلاق أو طلب الطلاق من الطرفين، المأذون يرفع الدفتر، أو أنت إيه اللي بيحصل، الإجراء اللي بيحصل إيه. لو راجل راح علشان يطلق مراته زي قسيمة الجواز كده بالظبط، هو بيملوا القسيمة وبعدين المأذون بياخد ده للمحكمة علشان يوثقه، ما هو المأذون ده في الآخر موظف في وزارة العدل، فعلشان يوثق الكلام ده ويبقى موجود عندنا في الأحوال المدنية وعلى الكمبيوترات وبتاع. طيب القصة بتاعت التوثيق دي بتاخد حوالي شهر مثلا. طيب أنا ما اكتفيش إنه الورقة دي دخلت الدفاتر وخلاص، الورقة دخلت الدفاتر حلها على قاضي دايرة ابتدائي عشان يبقى ثلاث أوضاع مش دايرة صغيرة، مع قايمة فيها كل ما يترتب على الجواز، على الانفصال هذا الجواز. أنا إيه اللي بيترتب عندي؟ أنا عندي نوعين من الحقوق، في حاجة اسمها حقوق زوجية وفي حاجة اسمها حقوق الأطفال. حقوق الزوجية دي حقوق الزوجة دي، وده مش يعني أنا بقول ليه اللي عند المأذون، لأن اللي في المحكمة هو محكمة، يعني الإجراء ده ممكن يبقى في المحكمة على طول للي رايحة تطلب طلاق أو تطلب خلع، لكن بالإضافة للي طلق عند المأذون. قدام دايرة ابتدائي الحقوق الزوجية إيه؟ اللي هي لو ليها مؤخر، لو ليها نفقات، لو ليها مش عارفة إيه، لو عليهم ديون، القايمة، الكلام الهيصة اللي بنرفع بيه 5000 قضية ده. خلاص؟ حقوق الأولاد إيه؟ هيقعدوا فين؟ يعني إيه؟ خلاص يا عم طلقت معاها ألف سلام، الله معاك. هيقعدوا العيال فين؟ هياكلوا منين؟ كل ده إحنا عندنا حوالي 13 أو 14 موضوع بندخل بيهم المحكمة، يعني يبقى عندنا الإحصاءات تقول لك عندك 100 مليون قضية، هو الحقيقة كلها حوالين اتنين. ماشي، ال 13 موضوع دول يتحطوا في قائمة كده اللي بنسميها تشيك ليست، ويتعرضوا على دايرة من ثلاث أوضاع، دايرة ابتدائي، ويحكم فيها كلها، تدرس كلها ويحكم فيها خلال شهر مرة واحدة. مرة تشيك ليست مرة واحدة. ده معناه إيه؟ إن أنا أدي الأوضاع دول صلاحيات مهمة لأنه يبقى عنده اتصال بالمعلومات، يعني القاضي ده يقدر يطلب من البنك المركزي يديله الملاءة المالية للزوج وللزوجة، يعني لو أنا عايز كمان إن أنا أشوف إيه إمكانيات إنها تعيش ولا كده، القاضي والنيابة تقدر تطلب ده؟ القاضي والنيابة يقدروا يعملوا أي حاجة، بس قدام سيل القضايا اللي في المحاكم انا عندي كل قضايا النفقه فيها قضايا تزوير، يعني اول ما ندخل المحكمه نطلب نفقه يطلب تحري من اي شركه، الشركه دي تكون بتدي للشخص 10000 جنيه تنزل بالرقم فجأة. تقوم نازله لي الرقم بعت الرقم اللي مأمن عليه اللي هو ايه 1000 ولا 2000. طبعا ده تزوير رسمي، لكن لو انا القاضي ده تواصل مع الضرائب مش مع التأمينات هيجيب الايه الاجر الحقيقي. لو انا حطيت عقوبه على اماكن العمل، هنا هنا القاضي فعلا انه يتواصل مع ضرائب يعرف الرقم الحقيقي، بما انه ده بيحصل فعلا، لانه احنا عندنا الدايره بيبقى قدام القاضي 200 300 قضيه في اليوم الواحد، فاحنا قدام حاله صعبه جدا. طب المشكله بتزاحم قضايا اكتر يا استاذه نيني، علشان كده حطي كله. هو لما اتعمل قانون الاسره، محكمه الاسره في 2004 كان الهدف منه ده، إنه كل ما هو متعلق بالأسرة يتحط في ملف واحد ويدرس مرة واحدة. ده ما طلعلوش لائحة تنفيذية فما تنفسي. وكمان عندنا حاجة في المحكمة بنسميها الاختصاص الولائي، في جزء بيتعمل قدام محكمة جزئية اللي هي من قاضي واحد زي النفقات، وفي جزء بيتعمل قدام محكمة كلية اللي هو من ثلاث أوضة اللي هي زي الطلاق والخلع ومش عارفة. لا، حط كله قدام تشيك ليست واحد. طيب يا ستي، الراجل معسر مش هيقدر يصرف على اولاده، احنا بقى عندنا امكانيات اننا نقدر الملاءه الماليه، مش كده؟ مش هيقدر يصرف على اولاده، هنا الدوله تدخل، يعني ما تبقاش القضيه ان انا بعاقب الناس، ماشي؟ انما اتاكد من انهم ما بيلعبوش العاب قذره
في الشغل ده. فقضية الأحوال الشخصية اللي طرحها الرئيس، احنا محتاجين اننا نبص على مشاريع القانونية. المجلس القومي مقدم مشروع قانون، فضيلة شيخ الأزهر مقدم مشروع قانون، في اكتر من عضو برلمان وعضوة برلمان مقدمين، نبص على ده كله. بس بالإضافة إلى ده انه لازم نتاكد من اجراءات المحاكم وامكانيات المحاكم انها تقدر، والا يبقى احنا بنهزر. خليني اسال حضرتك في نقطتين يمكن مهمين ايضا او مهمتين ايضا. تمكين المراه في سوق العمل يمكن الرئيس اتكلم عن ده، وتوفير مناخ افضل لتمكينها بشكل اكبر، وان احنا نديها مساحه اكبر في سوق العمل. ويمكن حضرتك كنت ذكرتي خلال كلامك ايضا واحنا بنتكلم الشارع الامن، ايه اللي احنا محتاجينه في الجهتين؟ بصي، في موضوع سوق العمل ده يعني أنا كنت سعيدة جدا. ليه؟ لأن هو جه رقم واحد، قال لك أولا دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل. الحاجة الأجمل إنه قال توفير المناخ الملائم، لأن أنت ممكن تبقى عندك قوانين العمل كويسة، لكن الحقيقة أنا ما عنديش مواصلات كويسة، ما عنديش مكان آمن من التحرش، ما عنديش حمامات لائقة. احنا بنتعالى عن التفاصيل. العالم كله بقى بيتكلم دلوقتي على فكره حاجه اسمها بيئه العمل، خدمات اطفال بالظبط، دي بقى بنسميها البنيه التحتيه الداعمه لدخول الستات سوق العمل. يعني انا علشان حضرتك تبقي مطمنه وانت رايحه الشغل، انت محتاجه تشتغلي في مكان كويس، يبقى ليكي مكتب، ليكي كرسي، او حسب طبيعه المهنه. لو انت مهندسه مش محتاجه مكتب، يعني محتاجه ترابيزه رسم، او ان انت بتنزلي مواقع ميدانيه، يعني على حسب طبيعه المهنه يبقى مؤهل. نهيئ المكان يبقى فيه اماكن استراحه، يبقى فيه حمامات، يبقى فيه مواصلات. كل دي انا اللي لفت نظري ان الرئيس لما اتكلم ما اتكلمش على القوانين بس، اتكلم على بيئه العمل الملائمه. تحت كلمه بيئه العمل دي تحطي 100 خط وفي 100 معيار محطوطين. طب اتكلم كمان على حمايه اجتماعيه مناسبه، يعني ايه؟ ونقل الستات وتحويلها من سوق العمل اللي هو غير الرسمي للرسمي. يعني ايه؟ حطي الاثنين جنب بعض. حمايه اجتماعيه يعني تامين صحي وتامين اجتماعي وعقود عمل. طب انا هجيب الست بيعت الجرجير، ما هو ده سوق العمل غير الرسم، اللي قاعده بشويه جرجير ولا شويه خضار ولا بتعمل كروشيه في البيت ولا بتعمل مربى ولا بتاع، اضمن لها تامينات اجتماعيه وصحيه ازاي؟ هو ده اللي لازم تعمل في التشريعات. عشان كده لو تفتكري من فتره عملوا حاجه اللي هي شهاده امان للستات او للعمال اللي ما بيشتغلوش وبتاع، ده يتطور علشان يتعمم. الحقيقه ان احنا بقالنا فتره الدوله بتتكلم على ادماج القطاع بشكل عام غير الرسمي، والرئيس كمان اتكلم عن ده تحديدا، واكيد اللي حضرتك بتتكلمي عنه الفئات دي هي جزء من القطاع الغير الرسمي طبعا. بصي الحته المزيكا في الموضوع ده، مزيكا، عارفه انا كنت قاعده بسمع مزيكا، يعني قال لك ايه؟ وفي القطاعات غير التقليديه. ده على طول وزير القوى العامله لازم يلغي القرار 155 لسنه 2002، اتكلمنا فيه في البرنامج ده قبل كده، اللي هو القرار اللي بيقول ايه؟ ان هو يعني منع الستات من انها تدخل مجالات عمل معينه. ليه يا عم منع الستات؟ عشان بنخاف عليها. مجالات العمل المعينه دي اللي هي زي ايه مثلا؟ زي صناعات السجاج. يعني لما نربط الكلام ده بالواقع نكتشف ان احنا مثلا قريه عظيمه زي قريه تونس اللي حطت اسم مصر في العالم كله، كلها ورش ايه؟ اطباق زجاج واطباق فخار واطباق مش عارفه ايه، بيشتغل فيها ايه؟ بيشتغل الستات، صناعه يدويه عظيمه. وبالمناسبه الطبق غالي جدا، يعني بتروح ما تعرفيش تشتريه من حلاوته ومن ثمنه، وبيتباع باليورو وبالدولار وحاجات كده. ما شاء الله ربنا يعني يحفظهم ويبقى عندنا زي قريه تونس دي 1000 قريه. لكن لو نزل مفتش من وزارة القوى العاملة ممكن يجيب قرية تونس دي يجيب ضرافة، وأنا مش بعمل بلاغ ضد القرية على الهواء بالمناسبة. خلاص سلمتيهم يعني، سلمتهم تسليم أهالي مش كده؟ تسليم خلاص. ده بيقول إيه؟ إن الواقع قافز على القوانين والتشريعات. ده أول حاجة لازم وإحنا بنراجع نلغيها. الكلام القديم بتاع أصلنا بنحب الستات وبنخاف عليها، لا يا عمي، وفروا الأمان وضمانات السلامة والأمن الصناعي والمهني لكل الناس، الستات والرجال. يعني مش عايزين نخاف على الستات
ونسيب الرجاله متبهدلين بصراحه، ما احنا عايزينهم برضه يعني، لو سيبنا الرجاله يشتغلوا في مجالات خطر ما احنا هنترمل يعني، مش حلو. انما الاثنين يشتغلوا في بيئه عمل امنه. فعشان كده انا عجبني ان كل كلمه اتقالت في التكليفات دي هي ممكن تتحول الى برنامج عمل كبير مش صغير، اللي هي يعني ايه المجالات غير التقليديه، مجالات البترول، مجالات التصنيع. استاذ نهاده الوقت قرب يخلص خالص، في نص دقيقه، الشارع الامن. الشارع الامن ده عايز اجراءات مهمه، زي ما بقول لحضرتك كده، ان انا يبقى عندي كاميرات، ان انا يبقى عندي وحدات شرطيه متنقله عندها القدره على انها تاخد البلاغ وتحققه في الشارع، لانه لما واحده تتعرض لمشكله في الشارع هي عايزه 2 شهود ملاكي تحطهم في الشنطه، فتروح بيهم الاسم وبعدين النيابه وبعدين المحكمه. ده كلام مش عملي. والعالم كله يعني المانيا مثلا عندها الوحدات الشرطيه المتنقله المجمعه، ودي في بلاد كتيره بتتعمل تحت النيابه مش تحت الشرطه. يعني ان انا يبقى عندي عربيه فيها محقق، فيها وكيل نيابة أو وكيلة نيابة يتحرك بيجمع المعلومات والأدلة بتاعت الواقعة كلها، عندي كاميرات تثبت، أثبت البطايق في البلاغ وأعمل وأنزل القضية للمحكمة وأخد الموضوع بشكل رادع شوية. القضية مش إنك تسجني البلد كلها، بس القضية إن أنت لو عندك حالة ولا حالتين تم التعامل معها بمهنية واحترافية ودولة القانون يعني بينت الشدة والحزم في مواجهتها، هتوقفي الكلام الفارغ اللي احنا بنشوفه ده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للمحامية استاذة نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بشكرك يا فندم. انا اللي يسعدني، شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعد الفاصل، برنامج التحفيز الجديد للصادرات المصرية، تفضل. جديد اهلا بحضراتكم. ويمكن في بدايه الحلقه كلمنا شويه عن اهميه الصادرات، اهميه انه دوله تبقى بتصدر. الصادرات في اي دوله هي جزء من قوه الاقتصاد، مصدر اساسي من مصادر العملات الاجنبيه. وعشان ده وافقت الحكومه المصريه فعلا بالتشاور مع المصدرين. الحقيقه الحكومه عملت اجتماعات عديده مع كل القطاعات اللي جوه او اللي بتصدر للخارج، ووافق خطه محكمه على برنامج جديد، برنامج لتحفيز الصادرات، وده بيهدف لزياده الصادرات ل 55 مليار دولار خلال 5 سنين او على مدار ال5 سنين اللي جايين. وبالفعل اقره مجلس اداره صندوق دعم الصادرات البرنامج ده امبارح. ايه تفاصيل البرنامج؟ ايه مستهدفات او بيستهدف ايه من هذا البرنامج على مستوى الصادرات؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع ضيفي الكريم استاذ حسام فريد مستشار وزير التجاره والصناعه. استاذ حسام اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خليني في البدايه اسالك، عايزين نوضح للمشاهدين يعني ايه دعم الصادرات، وليه الدوله بتدعم اصلا الشركات المصدره او اللي بتصدر؟ طيب مبدئيا هو مش دعم للصادرات، هو رد للاعباء التصديريه. برنامج منذ نشاته في سنه 2002-2003 اسمه برنامج رد الاعباء التصديريه. رد الاعباء التصديريه باختصار شديد جدا، اي مصدر بيصدر اي منتج للخارج في اعباء بيتحملها من مصروفات اضافيه غير مصروفاته اللي هي المباشره في انتاجه للمنتج. وبالتالي الدوله عشان تشجع وتنمي الصادرات المصريه انشات في 2002-2003 البرنامج، كان اسمه برنامج رد الاعباء التصديريه. البرنامج ده بيستهدف ان هو يساعد الشركات او القطاعات الواعده في القطاعات المختلفه والشركات المختلفه بالمنتجات المختلفه ان هي تقدر توصل للاسواق بره، من حيث بقى مساندتها في الشحن، في تكاليف النقلون، في تكاليف اللوجستيات، في علامات الجوده. هل ده لكل المصدرين ولا لمجموعه معينه؟ لا مش لكل المصدرين. اليه العمل داخل الصندوق هي كالاتي: انت عندك لو بصيتي على ميزانك التجاري هتلاقي ان انت عندك 2018 ميزانك التجاري كان عامل تقريبا 25 مليار دولار صادرات وتقريبا 70 مليار واردات، يعني في فجوه تقريبا 45 مليار دولار في الميزان التجاري دون المنتجات البتروليه طبعا. ال 25 مليار دول لو بصيتي في تحليلهم هتلاقي ان في 7 قطاعات رئيسيه هم اللي بيقودوا الواردات والصادرات، يعني ال7 قطاعات دول هم اللي بيتحكموا في 90% من الواردات وتقريبا 80% من الصادرات. فحضرتك بتتكلمي على 7 قطاعات تقريبا من 18 قطاع موجودين في الصناعه المصريه ككل. ايه اهم السبعه؟ فنن؟ ايه اهم الـ7 قطاعات؟ في قطاعات الصناعات الهندسيه، الصناعات الكيماويه، صناعات مواد البناء، صناعات الاغذيه، الحاصلات الزراعيه، الادويه،
والمنسوجات والمفروشات المنزلية. دول القطاعات الرئيسية اللي بيقودوا الصادرات المصرية خلال السنوات اللي فاتت كلها. طيب احنا لما جينا ابتدينا نشتغل على الملف ده مع معالي وزير الصناعة ودولة رئيس الوزراء منذ 3 اشهر تقريبا، كان عندنا تحدي كبير جدا. الدولة من 2002 ل 2003 وحتى تاريخه بتنزل سنويا مخصص لبرنامج رد الأعباء التصديرية، ولكن هقول لحضرتك رقمين يبينوا الفجوة حصلت منين. سنة 2010-2011 الرقم المالي اللي كان مخصص في موازنة الدولة للبرنامج كان 4 مليار جنيه. 2018-2019 الرقم كان 4 مليار جنيه برضه. من 2011 لغاية 2018 الرقم انخفض وابتدى يطلع تدريجي تاني وصولاً 2018-2019 بالرقم اللي كنا شغالين عليه 2010. طيب بعد تحرير سعر الصرف الأربعة مليار قيمتهم في العالم أو قيمتهم في مصر قلت، بقوا تقريبا يساوي مليار ونص على قديم الرقم. وبالتالي ابتدى يحصل معانا ما هو مسمى بالباكلوج. يعني ايه؟ يعني الشركات بتصدر وبتتقدم بمستندات عشان تصرف برنامج المساندة، المستندات دي الرقم بيتزايد عن الرقم المخصص في الموازنة، وبالتالي الناس بيبقى ليها مستحقات أو الشركات بيبقى ليها مستحقات متراكمة من السنين اللي قبل كده. فاحنا ابتدينا نشتغل على كذا محور. يعني احنا في الثلاث اشهر اللي فاتوا تقريبا عقدنا مع دولة رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزراء المجموعة الاقتصادية تقريبا اكتر من 22 اجتماع. ده الشكل الجديد اللي هيتم فيه رد هذه، يعني زي ما حضرتك قلت مش دعم، هو رد برنامج داخل او ده ضمن اهم مثلا بنود البرنامج، برنامج تحفيز. طيب هو ده اول بند، ده اول بند. طب ايه الجديد فيه يا فندم في البرنامج؟ طيب حضرتك دلوقتي البرنامج احنا لما ذاكرنا 14 برنامج في 14 دوله مختلفين لقينا اكثر المعالم الرئيسيه في اي برنامج انه لازم يبقى برنامج ديناميكي، يعني بيعدل سنوي وبيقاس مؤشراته سنويا ويشوف هو عامل ازاي، بالاضافه لان هو بيتغير الاوزان النسبيه لكل مكون من مكونات البرنامج عشان يقدر يفيد السنه اللي بعدها في نفاذ لاسواق او نفاذ بمنتجات معينه تخدم استراتيجيه الدوله. لما جه دوله رئيس الوزراء قال طب هل احنا عندنا امكانيه ان احنا نضاعف صادراتنا؟ قلنا ايوه احنا عندنا امكانيه ان احنا نضاعف صادراتنا، ولكن ده مش هيجي لوحده، ده هيجي بكلفه. بدايه الكلفه دي عشان نشتغل على الاستراتيجيه الجديده لازم الاول نخلص مستحقات الناس، لان هم الشركات دي هي الشركات المصدره. فعشان انا ما اقدرش اجي اطلب من حضرتك ان انت تضعفي صادرات وحضرتك ليكي مستحقات. وتم التشاور في المجموعه الاقتصاديه وتم عرض مجموعه من المقترحات للتسويات، والحمد لله وصلنا الى 4 مقترحات رئيسيه. اولهم كان المصادقه على مستحقات الناس المستوفاه ومستحقات الشركات المستوفاه. ثانيا ان ممكن يتم منح أراضي صناعية أو تجارية أو زراعية للشركات بما لهم من أموال ومستحقات للدولة. يعني شرط إن احنا نرد ده نقداً. النقدي كده كده أنت مخصص في الموازنة في 2018-2019 4 مليار دول بيتصرفوا بيستشفوا، لكن المطلوب أو المستحق أكتر من 4 مليار. فعشان الدولة بتلتزم بالتزاماتها وتعاقداتها مع الناس، ورئيس الوزراء كان دي جمله شهيره جدا قالك احنا في اوحش ظروف الدوله الاقتصاديه كان عندنا مثال شركات البترول والتزمنا بسداد كل المستحقات. فالدوله ملتزمه بكل سداد مستحقاتها، ولكن المقترحات دي طلعت من مجتمع المصدرين كمان مساعده منهم. المستحقات هنا قد ايه؟ مستحقات المستحقه طبقا للمراجعه النهائيه تقريبا 6.5 مليار جنيه مصري. ده المراجعه يعني ايه مستوفى الاوراق اللي هي بقى شهادة القيمة المضافة، شهادة المكون المحلي اللي بتطلع من هيئة التنمية الصناعية، بتعتمد من الاتحاد، مجموعة من المستندات لازم أي شركة بتستوفيها عشان نقدر نقول إن هي حلقة تقريبا ثلاث أسابيع وكان في بعض المصدرين بيقولوا إن هي أكتر من 20 مليار. لا لا، إحنا لما بنشتغل على رقم بنشتغل على رقم المستندات المستوفاة. يعني إيه؟ ال 20 مليار ده ممكن يبقى رقم تقديري لكل السنوات كلها، ولكن الصندوق بيشتغل على شركات مستوفية الأوراق. يعني إيه مستوفية الأوراق؟ يعني عندها كل الشهادات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، عندها الإيداعات البنكية بخصوص الشحنات اللي طلعت، عندها شهادات الجودة اللي تخص الشحنات. تقريبا هم 22 بند بيطلبوا من كل
شحنه تصديريه على كل شركه بيقدموهم. بس لو بنتكلم على السنه دي بس، حضرتك في بدايه حديثك قلت ان في حاجات مستحقه من قبل كده. ما هم دول 6.5 مليار. 6.5 مليار حتى من السنوات اللي قبل كده. حتى من السنوات اللي قبل كده، ده اللي مراجع كل شهر بقى. ال 6.5 مليار ده بيزيد وبيقل بناء على الاتي: مستندات جديده وملفات جديده بتتراجع، وفلوس بتدفع خصما من الموازنه المحدده. يعني ال 6.5 ده مثلا الاسبوع اللي قبل اللي فات كان 6.8، الدفع 800 وزاد 300 فبقى 6.5. فهي بتفضل تطلع وترجع طبقا للمراجعات اللي بتتعمل للضوابط اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب احنا ازاي هنقدر ندفع هذه المديونيات؟ في اربع اقتراحات اللي مش مخصص له فلوس. في اربع اقتراحات واضحين وصراحه. في جزء المخصص له فلوس ده خلاص احنا متفقين عليه. الاختيار الثاني اللي طلع من مجتمع مصنعيه ومن اللجنه الاقتصاديه في مجلس النواب هو ان الناس ممكن تاخد من مستحقاتها اراضي. اللي عايز يتوسع في صناعه معينه ياخد ارض صناعيه، اللي عايز يتوسع في زراعه ياخد ارض زراعيه والى اخره. الجزئيه الثالثه كان سداد الفوائد البنكيه للقروض خصما من المستحقات لدى الشركات. يعني اي شركه صناعيه بتشتغل بتسهيلات ائتمانيه او بين قوسين قروض بنكيه تبقى قصيره المدى او طويله المدى من 3 سنين لـ5 سنين. القرض ده اللي بيتاخد او التسهيل اللي بيتاخد ده عليه فايده بنكيه بتدفع. فتم الاقتراح والتأمين على ان الفايدة دي ممكن تدفع من خلال وزارة المالية خصما من مستحقات الشركات لدى الصندوق. يبقى دي طريقة تانية حضرتك بتشتغلي بيها. الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة النقدية اللي احنا شغالين عليها. الرابع وده الاهم كان الجمع ما بين كل المقترحات اللي موجودة، بالاضافة الى خصما من مستحقات او خصما من مستحقات الدولة للشركات في الضرائب والتأمين، الضرائب والجمارك بالأخص اللي هي مستحقات لدى وزارة المالية. تمام؟ يعني لو شركة لغاية 31/12/2017 عندها أي متأخرات تخص وزارة المالية، ضريبة عقارية، ضريبة قيمة مضافة، أي ضرائب موجودة أو أي جمارك موجودة وليها فلوس عند الصندوق، هيتعمل مقصة ما بينهم بحيث ان الرقم يتخفض. استاذ حسام، ده مطروح ولا بالفعل ده تم الاتفاق عليه وهنا المصدر له اختيار انه ياخد مستحقاته زي ما هو شايف من الاختيارات الموجوده؟ يعني هو بالصدفه البحته ان احنا قعدتنا النهارده دلوقتي بعد اعتماد ده رسميا مع فخامه الرئيس النهارده بالفعل تم الاجتماع. طبعا تم اعتماده النهارده وتم اعتماده الاسبوع الماضي في اجتماع المجموعه الاقتصاديه برئاسه رئيس الوزراء، وتم اجتماعه في مجلس اداره الصندوق اللي بيشمل اربع وزراء وممثلي عن اتحاد الصناعات المصريه وممثلي عن اتحاد الغرف التجاريه، بالاضافه طبعا الى الفريق التنفيذي القائم على صندوق تنميه الصادرات. نبدا تطبيق الاربع اختيارات دول امتى؟ الاربع اختيارات دول تم تشكيل امبارح قرارات او توصيات مجلس اداره الصندوق، هو تكوين لجنه مشتركه ما بين وزاره الماليه ووزاره التجاره والصناعه، ويكون فيها المدير التنفيذي لصندوق تنميه الصادرات، وده بالفعل تم تشكيله النهارده. اللجنه دي هتبتدي عملها فورا، هتاخد مستحقات الشركات. اولا لازم اول حاجه بتطلع هو مصادقه الحسابات للناس. يعني ايه؟ انا مصدر ليا مبلغ عند الصندوق، ملفاتي مستوفاه، باخد ما يفيد ان انا ليا المبلغ ده. بعد كده اللجنه المشتركه دي بتبتدي تقعد تراجع هل في اي التزامات لدى وزاره الماليه نقدر نخصم منها. ثانيا الملفات دي داخله في رول الدفع النقدي المباشر اللي موجود في الموازنه المخصصه للصندوق. لو دول موجودين خلاص كان بها، مش موجودين بنبتدي نخش على الاختيارات الثانيه. طيب يعني ايه داخله في الرول؟ يعني في حضرتك الملفات اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي قيمتها 6.5 مليار جنيه تقريبا، دي ليها مواعيد صرف. يعني انت ال 4 مليار المخصصه في موازنه 18 و19 ما بتتحطش كلها في بدايه السنه، بتتحط بالتوازي حتى تاريخه تم ايداع في حسابات الصندوق تقريبا 2.3 مليار جنيه من اجمالي 4 مليار جنيه مخصصين في 2018 2019. ممكن الملف اللي مراجع ده يكون في رقم مراجعته دوره جاي قريب، فبالتالي يبقى داخل في السداد النقدي المباشر. ممكن الملف ده يكون رقمه 200 من 230 ملف، فبالتالي بقى واضح لنا مقدما ان هو مش هيوصل للسداد النقدي المباشر، وبالتالي بقى عرضه للاختيارات. يعني المصدر ما عندوش قوي مساله انه يختار؟ لا طبعا عنده انه يختار، لان الاختيارات دي طالعه من عند المصدرين. يعني هي الاقتراحات دي جت فندم مثلا الملف بتاعه في البدايه في ظروف بتحكم، بس يعني عنده ثلاث اربع اختيارات اخرى بقى. يعني هنا بيطلع الثلاث اربع اختيارات الاخرين اللي موجودين. يعني احنا النمطي هو الاربعه مليار المتاحين.
تمام اللي تم اضافتهم بالتنسيق مع المصدرين والغرف التجاريه واتحاد الصناعات هي الاختيارات الاخرى. طيب اللجنه المشتركه دي دورها ايه؟ ان هي بتقعد مع المجالس التصديريه اللي مسؤوله عن الشركات دي، تمام؟ وتبتدي تشوف الناس دي عايزه ايه من الاختيارات دي عشان اللجنه تبتدي تحركهم ويتنفذوا بيها. بنستهدف امتى ان احنا نتحرك في الكلام ده؟ من هنا لغايه 30/6. ليه 30/6؟ لان 30/6 هو تاريخ انتهاء البرنامج الحالي، 1/7 تاريخ بدايه البرنامج الجديد. طيب ايه الفرق بين الجديد والقديم؟ القديم كان بيعتمد في المقام الاول على السداد النقدي المباشر، يعني تقريبا 85% 90% من برنامج المسانده كان سداد نقدي مباشر للشركات، 10% كانت بتروح للشحن، و5% كانت بتروح للمعارض. البرنامج الجديد هيكله مختلف تماما عن ده، هو متقسم 40/30/30. 40 و30 دول ثوابت، وال30 الاخيره دي متغيره. يعني ايه؟ اول 40 ده سداد نقدي مباشر، ال30% الثانيه خصما من المنبع من المستحقات لدى وزاره الماليه، يعني دي فلوس المصدر مش هياخدها في ايده بس هتتخصم له من التزاماته لدى الدوله كضرائب وجمارك. ال30% الاخيره، ودي بقى ال30% اللي هي اساس تعظيم الصادرات وتطوير منظومة الصادرات المصرية عشان نقدر نوصل بيها للمضاعفة، هي ايه؟ هي البنية التحتية للصادرات كلها. يعني نتكلم على خبراء اجانب يطوروا منظومة الصناعة في الشركات، بنتكلم على الامتثال لشهادات جودة عالمية بتكون بتكلفة عالية جدا بتأهل الشركات دي ان هي منتجاتها تبقى مقبولة تصديريا في اسواق صعبة النفاذ. بنتكلم على مساندة شحن ولوجستيات الى اسواق حديثة مثلا زي الأسواق الأفريقية، تمام؟ بنتكلم على تدريب العمالة، بنتكلم على تعظيم الاستفادة من الماكينات اللي موجودة وشراء ماكينات جديدة، تمام؟ معارض خارجية، بعثات شرائية، بعثات ترويجية، تمام؟ وبالتالي بقى عند حضرتك جزء مخصص من المخصص المالي للبرنامج للتأكد من أن منظومة الصادرات ومنظومة الشركات بتتطور بالتبعية. عايز عليك تكلمني عن وضع نسبة للمكون المحلي. طيب أساس النظام الجديد هو نسبة المكون المحلي، بمعنى احنا في قانون اسمه قانون 5 اللي هو قانون تفضيل المنتج المحلي، وكان فخامة الرئيس أشار إليه النهاردة بأن الشركات لازم تبتدي تشتغل عليه أكتر. القانون ده بيهدف إلى تعميق التصنيع المحلي. يعني إيه؟ ببساطة شديدة جدا، لو أنا عندي منتج، فاكرة ما كنا بنتكلم في الأول على الميزان التجاري؟ الميزان التجاري الشكل ده معناه إن إحنا صناعتنا معتمدة في المقام الأول على واردات أجنبية، وبالتالي لما الدولار اتحرر أو الجنيه اتحرر ما استفدناش قوي بالظبط. طيب البرنامج القديم كان بيبتدي من أول 1%، يعني مكون محلي 1% أنا قابل للبرنامج أو أنا مؤهل إن أنا أشارك في البرنامج. الجديد في البرنامج الجديد مش ده، ان احنا هنشتغل على الحد الادنى بتاع قانون 5 اللي هو قانون تفضيل المنتج المحلي، يعني 40% قيمه مضافه. يعني اذا كل منتج فيه قيمه مضافه اقل من 40% هو غير قابل للبرنامج. طب ده هيعمل 40%؟ ايه 40%؟ ده الحد الادنى اللي نقدر اي دوله تقدر تشتغل عليه. يعني انا لو عندي اقل من 40% قيمه مضافه ما اقدرش اقول المنتج ده صنع في مصر، تمام؟ وده قانون ملزم على الجميع، ده مش حاجه، مش اختراع جديد يعني. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان خلال السنه الاولى من البرنامج هيبقى عندنا مجموعه من الشركات قادره على المشاركه وتعظيم صادراتها، ومجموعه من الشركات بتشتغل على تعظيم اضافه المكون المحلي عندها وتعميق التصنيع المحلي عندها. من خلال ايه؟ من خلال التشبيك مع سلاسل موردين وسلاسل قيمه مضافه موجودين محليا هنا في مصر، بحيث ان هم يبتدوا يقدروا يبقوا مؤهلين للبرنامج ده ويشتغلوا معاه من ناحية، ومن ناحية تانية تكون الدولة استفادت بترشيد واردات وزيادة مكون محلي بالتوازي. أنا بس عايز أقف مع حضرتك هنا، أنا يمكن علقت لأنه في ناس شايفين أنه الـ 40% دي كبيرة، أو أنه مسألة أنه يبقى في قيمة مضافة 40% دي كبيرة، لأن احنا نحرم كده شريحة مش قليلة أنه هي تدخل في البرنامج. الشريحة اللي مش قليلة دي هي أكتر شريحة قادرة على تعميق التصنيع. إزاي فهمت؟ إذا كان معظم المكونات بتبقى أو معظم السلع بمكونات مستوردة. طيب هو إيه اللي بيخلي مصنع يجيب مكونات مستوردة في الأساس؟ إنه مش لاقي المكونات دي محليا. طيب هو ليه مش لاقي المكونات دي محليا؟ لأن مفيش مصانع مغذية لمنتجات وسيطة بتصنع بالجودة
او بمده. ما هو مش دور المصدر ان هو يقوم مصانع تغذي المنتج بتاعه؟ لا طبعا دوره ده هو بيستفاد فيها. ازاي اقومه بقى يا فندم؟ خليني اوضحها لحضرتك بس شويه. في كل مصنع كبير بيبقى وراه مجموعه من المصانع الصغيره والمتوسطه اللي بتغذيه بالمنتجات. يعني لو قلنا على سبيل المثال غساله، الغساله دي فيها 25 مصنع صغير ومتوسط بيغذوها مسامير وكل الاجزاء بتاعتها. اللي بيخلي المصنع في العموم يشتري من بره حاجه من ثلاثه، يا اما السعر احسن، يا اما الجوده احسن، يا اما مده التوريد احسن. طيب هل احنا في مصر عندنا مصانع صغيره ومتوسطه قادره ان هي تعمل ده؟ ايوه عندنا ده. احنا محددين 693 بند يساوي 33 مليار دولار في واردات مصر، وبالتالي ده معناه ان الحاجات دي موجوده. بس بينقصهم ايه؟ بينقصهم ان هو يلاقي المنتج بالتلات عوامل اللي احنا اتكلمنا عليهم، وينقصهم ان حد يقول ان المنتج ده موجود في الاصل. يعني انت ممكن تلاقي مصنع في مدينه 10 رمضان بيستخدم منتج بيستورده ما يعرفش ان المصنع اللي في ظهره بيصنعه. طيب ده دور مين بقى؟ عندنا في التجاره والصناعه ما يسمى بمركز تحديث الصناعه. مركز تحديث الصناعه ده هو همزه الوصل ما بين الشركات الكبرى وما بين الشركات المتوسطه والصغيره، بحيث ان هو يقدر ياهلها ان هي تورد له منتج. ده كان شغال قبل كده يا فندم؟ ده كان شغال بصوره قويه جدا لغايه 2010. ويعني اسالي كل المصنعين، هو انتوا شفتوا تطوير في صناعتكم غير لما مركز تحديث صناعه كان شغال؟ مش هتلاقي حد هيقول لك. وقف بعد كده؟ وقف بعد كده. كان بينزل له مخصصات ماليه في الموازنه نظرا للظروف الاقتصاديه ما بقتش بتنزل، فبالتالي انكمش دوره في تعظيم الصناعه او في تطوير الصناعه. ولكن ما تم اقتراحه على دولة رئيس الوزراء وعلى فخامة رئيس الجمهورية دور تحديث الصناعة موجود فيهم، ووجود له مخصص مالي بحيث ان هو يقدر يقوم بدوره. ده راجع مع تنفيذ البرنامج؟ راجع مع تنفيذ البرنامج. هو حاليا راجع بقاله 3 اشهر في فترات تمهيدية، ومع نزول المخصص المالي ليه في 1/7 هيرجع بقوة، والثلاث اشهر دول هو بيجهز اللي هيتم فيهم زي ما قلت لحضرتك على 693 منتج دول. طيب خليني أسأل عن جهاز تحديث الصناعة أو مركز تحديث الصناعة. هو اللي هيشتغل على المصانع الصغيرة والوسيطة علشان تأهلها وعلشان نوصل الناس ببعض زي ما حضرتك ذكرت، ونقدر نغذي الصناعات الكبرى. بالظبط. هل احنا مستهدفين كم مصنع متوسط وكبير؟ هو مش بعدد المصانع، احنا بنشتغل بعدد المنتجات او المكونات. يعني ال 693 بند اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول، في منهم مدخلات انتاج وفي منهم منتجات تامة. تمام. لو خدنا نسبه كده تقريبيه هنقول 60-40، 60% منهم مدخلات و40% منهم منتجات. ده ممكن يا فندم ما نعمله على الاقل؟ كنا يعني كنا بنعمله قبل كده، يعني هو مش حاجه جديده. كان مكون محلي اكتر من مليون في الميه. يعني احنا مش بنعمل اختراع جديد، احنا بنقوم الهيئات والجهات اللي كانت موجوده عندنا بصوره ايجابيه. هنوفر قد ايه من فاتوره الاستيراد كده؟ لا يعني بنستهدف ان احنا نوفر كتير جدا من فاتوره الاستيراد. انا بقول لحضرتك الارقام دي، ال 693 بند دول بيمثلوا 33 مليار. الفترة الأولى اللي احنا بنتكلم عليها في الحوالي جنيه ولا دولار؟ دولار يا فندم. الواردات والصادرات احنا بنتكلم دولار دايما. ال 200 وشوية بند الأولانيين اللي اتحطوا في الخطة دول بيمثلوا 11 مليار دولار، في متقسمين على ثلاث فترات. في حاجات تجيب عائد في خلال أول ست أشهر تقريبا نص مليار دولار، وفي حاجات تجيب عائد على المدى المتوسط اللي هو بيبقى من ست أشهر لغاية تقريبا سنتين، ودول يمثلوا حوالي 5 وشوية، والباقي بيتجاب في فترة أكبر من 3 سنين. طب بتتحسب إزاي؟ النص مليار ده أو الحاجات المدى القصير دي معناها إن دي منتجات نقدر مجرد بالتشبيك المصانع اللي موجودة حاليا تطلعها، فبالتالي يبان أثرها بسرعة. المتوسط ده معناه إن في شركات موجودة عندنا أو مصانع موجودة عندنا عندها المقدرة إن هي تعمل ده، بس محتاجة استثمار في مكان، استثمار في تكنولوجيا إلى آخره، وده بياخد فترة زمنية أطول شوية. هل ده جزء كمان من البرنامج القومي لتعميق الصناعة؟ هو ده أثاث برنامج القومي لتعميق الصناعة. يعني هو البرنامج القومي لتعميق الصناعة المحلية بيستند على 6 محاور رئيسية كلهم يندرجوا تحت بند التمكين. التمكين من التكنولوجيا، التمكين من التمويل، التمكين من العمالة المدربة، التمكين من الأسواق، التمكين من شهادات الجودة، التمكين من النفاذ للأسواق. البرنامج هل عندنا رصد احنا مستهدفين كم شركة او كم شركة هتستفيد كمان، ومخصصين له قد ايه فلوس يا فندم؟ مخصصين له 6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. تمام. وده ما تم اعتماده مع فخامة الرئيس النهاردة، 6 مليار جنيه في موازنة الدولة في 2019-2020، وبزيادة في الصادرات
توصلنا للسنة الأولى ل 29 مليار كخطوة أولى في ال 55 مليار اللي حضرتك كنت بتوضحيهم للمشاهدين قبل ما نتكلم مع بعض. عندنا جهات وهيئات بتشتغل في وزارة التجارة والصناعة عشان ده يتنفذ. عندنا الصندوق زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في مجلس إدارته امبارح، عندنا هيئة تنمية الصادرات وهي الهيئة المعنية بعمل القيام بالمعارض والبعثات الشرائية والبعثات الترويجية وإلى آخره، عندنا الشراكات اللي بنعملها مع شركات الشحن سواء شحن بري أو شحن جوي ودي هيبقى ليها دور كبير جدا الفترة الجاية، عندنا مركز تحديث الصناعة اللي هو بيأهل الشركات في الخدمات للخدمات المالية وفي الخدمات الغير مالية من سواء من خبراء أجانب أو تكنولوجيا أو إلى آخره، كل دي هتشتغل أو بتشتغل مع بعضها في منظومة واحدة عشان تقدر تحقق الهدف طبعا مع الشركات المصنعة المصدرة اللي هي هتبقى أخيرا. يا فندم تقريبا عندنا رؤية قد إيش أو عدد الشركات اللي ممكن تستفيد من هذا البرنامج؟ إحنا عدد الشركات المستفيد حاليا 2000 شركة من برنامج رد العباءة التصديرية، تمام؟ العدد الجديد هيقل شوية في عدد الشركات نظرا لوجود نسبة المكون المحلي اللي موجودة، ولكن كقيمة هيعلى، تمام؟ ومنتظر ان هو بعد السنه الاولى اللي هي احنا بنسميها سنه تاهيل الشركات اللي ما عندهاش مكون محلي عالي ترجع تاني. احنا البرنامج هيتغير كمان سنه. مش هيتغير كمان سنه، هيراجع هيراجع كمان سنه. هو في ميزة للصعيد؟ الميز للصعيد موجوده زي ما هي، كان في موجود قبل كده ومكرر معانا في البرنامج الجديد، بيبقى ليها نسبه في المسانده التصديريه اعلى نظرا للاعباء اللي هم بيتحملوها المصنعين في الصعيد، بتبقى اعلى شويه عشان تكلفه العماله وتكلفه الشحن والى اخره. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة. مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.